كان هذا السلام الوطني للجزائر، والآن نشيد حماة الحمى لتونس. بلادي احكمي واملكي واسعدي، فلا عاش من لم يعش سيدا، بحر دمي وبما في يدي انا لبلادي وروحي فدا، لك المجد يا تونس فاستمجدي بعزه شعبك طول المدى. اصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس على الدبكه الجزائريه والفزان التونسي، ينطلق الديربي على حبه حبه وكوره في الفيلي، كل جمهور يتامل في انتصار، انتصار العبور والصعود لثاني الادوار. اشراف المباراه وقام هذا اللقاء هو برنار كامي من السيشيل، ان شاء الله يكون في المستوى وفي مستوى هذا الحدث الديربي المغاربي الذي يدور بين تونس والجزائر. ذكريات الشعوب وذكريات الشعبين متجاورين على مدى القرون، على مدى السنوات، من ذكريات دماء اختلطت من احداث الساقية المجيدة في 58 الى ذكريات دماء المصاهرة. وكما قال السليتي، ابني نصفه تونسي ونصفه جزائري، اليوم الكورة في الميدان وتشكيلة منتخب الجزائر. لحراسة المرمى مالك عسلة، على اليمين ربيع مفتاح، على اليسار فوزي غلام، بن سبعيني، عيسى مندي قلبي الدفاع، عدلان جاديورا، نبيل بن طالب في الارتكاز، محرز على اليمين، غزال على اليسار، وياسين ابراهيمي وراء اسلام سليماني. تشكيلة النصور لحراسة المرمى بلبولي، 21 حمدي النكاس، ظهير يسار علي معلول، 2 سيام بن يوسف، 3 ايمن عبد النور، 13 الفرجاني، 14 بن عمر، 10 الخزري في اليمين، علي يسار نعيم السليتي، ويوسف النمس وراء المهاجم احمد العكاشي. لحظات وتنطلق المباراة تاريخيا، المباراة الثانية لنسور قرطاج في الكان، اغلبها موفق في 17 مشاركة سابقة، ربحنا 8 تعادلنا في 4 وخسرنا 5. الخضر في الجولة الثانية للمونديال الافريقي، التاريخ يحكي ويتكلم على 9 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم. جورج ليكانس مدربنا الاكس، اول بلجيكي في التاريخ درب ليفناك، فترة اولى وقفت في 6 شهور من جانفي لجويي 2003، يعاود الكرة والولاية الثانية بداية من اكتوبر، فكيف ستكون ولايته الثانية على رأس الخضر؟ بالنسبة للنصور، المدرب العائد القديم الجديد اوري كاسبر جاك في ثالث كان لي مع النصور بعد 96 موقعة النهائي في جوهانسبورغ، ومناش مروحين الى 98 لما روحنا في الربع النهائي بضربات الحظ من الفريق المنظم بوركينا فاسو. كيف ستكون الثالثة؟ على فكرة رقم تاريخ اليوم يعادله أوري كاسبر جاك، يعادل رقم روجي لومير، 74 مقابلة على رأس المنتخب الوطني. ويبقى أوري أمامك في الصورة على بعد انتصار لمعادلة روجي كأكثر مدرب حقق الفوز في تاريخ النصور، 39 انتصار روجي، 38 أوري، 21 فوز للثالث والوطني التونسي عامر حيزم. تنطلق المباراة على بركة الله، مباراة صعبة جدا، مباراة ديربي، مباراة لا تقبل قسمة على اثنين بعد الخسارة من الترنجا، ولكن هي مباراة على الميدان 50-50، مباراة أيضا هشاشة الدفاع هي القاسم المشترك بين الجانبين.
للحد انه في المعلومة وبالرقم الجزائر في اخر 11 مباراة في الكان عملت كلين شيت واحد، والكلين شيت هو نظافة الشباك مرة واحدة ما قبلوش اهداف، ونفس الشيء بالنسبة للنصور ماتش واحد كلين شيت في اخر 13 لعبة في الكان، كانت تحديدا في 22 جانفي 2013 في روستنبورغ في جنوب افريقيا لما فزنا على الجزائر بهدف يوسف المساكني في الوقت القاتل. كرة من سيام بن يوسف، يلعب الكرة حمدي النكاس، الفريق التونسي يلعب بالقميص الأحمر، الجزائر تلعب في انطلاقة المباراة. كرة من سيام، حذاري من هذه الأخطاء الفردية، البداية لابد أن تكون أفضل من ماتش السنغال، لأنه مباراة الديربيات ومباراة تونس والجزائر وطبيعة وتاريخ منتخبنا في الدورات الكبرى، لما نسجل أولا تكون أمور ثانية، لما لا قدر الله نقبل هدف أول الأمور تصبح في العودة صعبة وصعبة جدا. المنتخب التونسي على عكس ربحة 2013 بالزي الأبيض اليوم يلعب باللون الأحمر، والكولور هذا ترشحنا به الكأس العالم على الجزائر في شهر فيبري 77 في ملعب 5 جويلية قدام 100,000 مناصر جزائري بالهدف التاريخي لعمر الجبالي في الدقيقة 90 في مرمى الخضر. انطلق المباراة للفريق التونسي عن طريق عبد النور. عبد النور كرة بالتماس، واضح الارتباك في البداية، مباراة أعصاب، مباراة شخصية، مباراة كاريزما. الفريق التونسي اليوم تو بي اور نوت تو بي، يكون أو لا يكون في عنوانة الدور الثاني للكان. أداء كان طيب في ماتش ودي ضد كاتالونيا، ثم ماتش ودي رغم الخسارة ضد الفريق المصري ومباراة السنغال. الفريق التونسي بالأرقام في الدور الثاني وفي الشوط الثاني تحديدا سيطر على الفريق السنغالي. نسبة امتلاك الكرة وصلت 56.4% لتونس، 18 محاولة هجومية و4 كادرية في الجول و5 ركنيات. المنتخب التونسي ممكن ما سيطرش على منتخب كبير في الدورات الكبرى من سنين وسنوات، ولكن اللمسة الأخيرة والفينيش لم يكن موجود. نتمنى أن نتوفق اليوم بعد غياب التوفيق عنا في ماتش السنغال. يبشر رياض محرز، أول كرة لرياض ترجع من الدفاع التونسي، رجعت كرة وبداية جزائرية عن طريق إبراهيمي. يمشي ياسين إبراهيمي، يوسع كرة خطيرة وكرة وتسلل على المنتخب الجزائري. حذاري حذاري من البدايات، ثلاث دقائق لعب في الشوط الأول، والنتيجة بيضاء 0-0 بين الأبيض منتخب الجزائر وبالزي الأحمر منتخب نصور قرطاج. فماش تسلل لأنه سيام كسر لورجو. كرة من لاعب عيسى مندي قائد الفريق ومحور الدفاع في الكرة الأخيرة والهجمة الأولى للخضر. الجزائر بادية أفضل، لونتام تاع الجزائر خير برشا، كرة تمشي طويلة وسيام بن يوسف، يمشي سيام كرة في وسط الملعب، ترجع كرة المنتخب الجزائري، كرة خطيرة وسليماني، سليماني وعبد النور يحطوا في ظهر سليماني، كرة خطيرة وخطأ على عبد النور. لازم يرد باله عبد النور في هذه المباراة بعد ما تكلى تونس الكل في المباراة الأولى، يلزم يرد باله الماتش هذا. لاعب فالنسيا في إسبانيا، كرة خطيرة وبداية قوية، هذا هو إسلام سليماني لاعب فريق ليستر سيتي، جاء من فريق سبورتينغ ليسبون البرتغالي. إسلام سليماني لاعب المنتخب الجزائري، خامس هدافية الخضر في التاريخ ب 23 هدف، الأول تاسفاوت 35، الثاني ماتشير 29، باللومي 27، منات 25، ويجي بعدهم على طول سليماني. اليوم في غياب السوداني هلال العربي يدخل أساسي لاعب الأولمبيك ليوني رشيد غزال، لاعب سريع وعنده من المهارات الشيء الكثير. الجزائر الفرديات والأسماء الكبيرة تريد أن تخلق مجموعة سوليد وقوية باش تمشي بعيد في مونديال إفريقيا. كرة بين رياض محرز، فوزي غلام يلعب في البارتينو بي نابولي، واللاعب إبراهيمي، كرة أولى خطيرة وصعبة، 5 دقائق في ديربي المغاربيين ومباراة الشمال الإفريقي، تونس الجزائر وكرة خطيرة، يمشي فوزي غلام لإبراهيمي مرة سليمة عن طريق العملاق بلبولي. اتصدى بلبولي الابراهيمي، بداية ممتازة من الجزائر وبداية ضاغطة من الجزائر وبداية مضغوطة علينا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. كرة يخرجها الحارس بلبولي، قرابة 60 مباراة دولية مع المنتخب، محاولة أولى وكرة أولى خطيرة من الفريق الجزائري، كرة عن طريق رياض محرز، مازالوا الأولاد ما دخلوش في المباراة. كرة من رياض محرز، يمشي رياض
افضل لاعب في افريقيا 2016، ثالث جزائري في التاريخ يربح البالون دور بعد ما تجارو باللومي. يمشي بالكره رياض محرز، كره خطيره وصعبه، مش ممكن كره التقدم ضاعت على الخضر. تألق ورفلكس كبير برشا من الكابتن بلبولي. 6 دقائق من غياب التوانسه ومن حضور الفريق الجزائري. شوف الكرات الثابته والركنيات خطيره، وسليماني كاد يسجل اول اهدافه من 8 مباريات بسيام عن التهديف من اسلام سليماني. كارت الكره من سيام، الله يستر من هذه البدايه لانه الفريق الجزائري واضح مكتسح مركز. الفريق التونسي مازال ما دخلش المباراه. يمشي بن عمر، امين بن عمر، كره بعيد على النكاس. ترجع الكره من الدفاع، قلت قاسم مشترك البطة في الدفاع واخطاء في التمركز. من سيستثمر اخطاء الدفاع الاخر سينتصر بهذه المباراه. هنا خطا من جديد، لا نستفيد من اخطائنا، كره ثابته وحقيقه بطوليه طريقه التنصاتي بالبلبولي. يمشي المساكلي خطيره، المساكلي كره لنعيم، نعيم السليتي، يمشي نعيم، نعيم للمنتخب الوطني التونسي. الفريق الوطني يلزم يتواجد في الدقائق هذه لان الفريق الجزائري بادي بتركيز، بادي بجرينتا، بادي بروحه عزيمه. يمشي رياض محرز، رياض محرز يلعب كره طويله تتهيا على طريق سيام بن يوسف، يضغط على سليماني وسيام، يرجع كره بلبولي، ربي معاك يا بلبولي، بلبولي للسيام، كره للسيام تمشي بن عمر. لازم يشدوا الكره، لازم يشدوا الكره، دخلت الجزائر قويه برشا، والكره ترجع للمنتخب التونسي، كره ترجع لعبد النور. المباريات الرسميه في التاريخ يتفوق فيها الفريق التونسي، 21 ديربي في الاوفيسيال، 7 مباريات تعادل، 6 مرات فازت الجزائر و8 ديربيات ربحناهم. أول ديربي كان بطابع ودي في ديسمبر 63 في تونس 0-0، وأول ديربي رسمي كان في 64 تصفيات الألعاب الإفريقية في الجزائر، وفازت الجزائر بهدف بن طاهر في الدقيقة 90 تقريبا. ترجع كرة تمشي ملعبة طويلة، ترجع بالراس، المنتخب التونسي يلزم يمسك الكرة وسط الميدان، كرة طويلة، يمشي عكاشي، يضغط عكاشي، كرة والخزري، خزري ترجع بالراس، كرة لأحمد العكاشي، كنترول من العكاشي والدفاع، كرة طويلة من المنتخب الجزائري والتماس أوت لتونس. إن شاء الله رسميا ندخلوا في اللعبة، إن شاء الله رسميا تتسهل أمورنا، تتسرح أمورنا، تتحسن أوضاعنا بعد بداية صعبة وفرص كبيرة للمنتخب الجزائري. نقاس لباس لباس، ترجع الكرة عن طريق نقاس، نقاس يوسف المساكني، يوسف يرجع يوسف المساكني، يوسف المساكني سجل 3 أهداف في الكان مثل رياض محرز، هدف في المغرب، هدف في الجزائر، وهدف في النيجر. يرجع بالكرة الانطلاق، 5 مونديال افريقي يلعب فيه النمس في 26 سنة، كرة ترجع رد بالك يا سليتي، يمشي نعيم، نعيم 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 والتماس والاوت للنصور. الحمد لله تعدات الغسرة وهبت الرياح في اتجاه الخضر ولكن من غير نجاح وتفسير. انقذنا بلبولي من كورتين. الان دور النصور في الهجوم، ترجع الكره وعلى الخط وفاول المنتخب التونسي. لابد من استثمار الكره الثابته، لا الحكم يقول ارجع للتنفيذ، لا ادري لماذا تسرع، لابد ان نلعب كره ثابته. عندنا وهبي الخزري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، والمنتخب الوطني قادر على استثمار البلاريتي. كرة ثابتة لتثبت البيت الوطني هنا في مغامرة الكان رقم 18. على فكرة فقدت مصر 23 حضور والكوت ديفوار 22 دورة وغانا 21 مشاركة، شاركوا أكثر من تونس في سلم الحضور في المونديال الإفريقي. كرة من وهبي، وهبي وهبي الخاسر يلعب كرة وأصلا كرة خطيرة المنتخب الوطني التونسي، النصور تكسر على نياب. فيهاش خطأ، فيهاش خطأ يا كميل، فماش خطأ يا برنار، برنار كميل الدولي من 2011. كرة ممتازة كادت تباغت مالك عسلة، ونعرف غياب الحارس الرئيس، الرئيس مبولحي، 50 ماتش انترناسيونال، الحارس الذي أنقذ الخضر في ماتش زيمبابوي. هنا مباراة تبدأ بكرة ثابتة، إبراهيمي شاد وبلبولي قال لا، والخزري شاد وعسلة قال لا. عسلة حارس الجي اس كا الكبير شبيبة القبائل على طريقة حراس كرة اليد، كأنه مكايس أو الكبير المساوي، ينقذ المنتخب التونسي من 0-1 واجري على السكور يا الخضراء. الحمد لله مرت سلامات، برافو بلبولي. ترجع الكرة عن طريق المنتصف، يلعب نبيل بن طالب، بن طالب بتجربة توتنهام في سبيرز في البريمير ليج. يرجع بالكرة لعب نابولي الإيطالي، يرجع غلام،
غلام كرة عند نكاديورا، عدلاني شوط وبرافو بلبولي مرة أخرى في ركنية، كورنير للمنتخب الجزائري، عدلان كاديورا عمل له طرود أوتو استرادا، شوف ولا واحد قرب له، خلاه وحده عدى الدفاع يضرب كرة من 40 متر وصاروخ عبر القارات، ولكن لا يعبر البلبولي، آخر مدافعينا وآخر لاعبينا في الذود عن حراسة مرمانا. كرة ممتازة من عدلان كاديورا، والحارس البلبولي يفسخ هدف آخر الجزائر. الآن الجزائر تتفوق بالفرص وبالحضور الهجومي. آخر 10 مباريات للجزائر في الكان ربحوا كان مرتين، وتونس آخر 7 مباريات ربحنا ماتش. في صعوبات كبيرة المنتخبين في المونديال الإفريقي. 11 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل ما زال يسود، تعادل أبيض والأهداف حتما موجودة، أضمن لكم أهداف في هذا الديربي. هذه طبيعة ديربي تونس الجزائر، على 21 مباراة رسمية فقط في 65 0-0، وفي 68 تصفية كأس العالم 0-0، والمباراتين كانوا في تونس من عام 68، من أكثر من 40 سنة لم يشهد الديربي المغاربي تونس الجيري 0-0. كرة خطيرة ترجع بالرأس وفما خطأ وفاول لمنتخب النصور، ترجع كرة على خطأ لمصلحة المنتخب التونسي ضد بن طالب. هذا هو رياض محرز لاعب ليستر سيتي 26 سنة، لاعب الخضر، ساهم وصنع 4 من آخر 5 أهداف للجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا، سجل 3 وعمل أسيست أو تمريرة. أول أهدافه في الكان كان في المونديال الإفريقي السابق 2015، هدف في مرمى تيرانجا السنغال. ترجع كرة المنتخب التونسي، قربنا لأول ربع ساعة في الشوط الأول، النتيجة بيضاء، تفوق بالنقاط لمنتخب الجزائر، ولكن الكرة تكسب بالأجوال. 12 دقيقة بالضبط في سما فرانسفيل، النتيجة 0-0 بين النصور وثعالب الصحراء لفينك. ترجع كرة طويلة بالدفاع، كرة مقطوعة من بن سبعيني، بن سبعيني يمشي بالكرة سليتي، سليتي حط كرة نكاس، نكاس للعكاشي، العكاشي وزع كرة والحارس ملك عسلة، كرة ترجع من عسلة. ثاني مرة تونس والجزائر في ديربي في الكان، وتونس والجزائر 5 مباريات في النوتر في ملاعب محايدة. عام 84 لعبنا في دورة الكوت ديفوار الودية وفازت الجزائر 3-1، أما على المستوى الرسمي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في دورة سبليت 79 1-1، عام 83 في كازا ربحنا 3-2، الشان 2011 في السودان ربحنا بضربات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي، وفي الكان 2013 ربحنا بهدف يوسف. فرجاني الساسي يخسر كرة، يبعد على وهبي خسري، يمشي رياض محرز حط الكرة القميص رقم 18 رشيد غزال سان فوت يا عبد النور بدون خطأ، ترجع الكرة لتونس عن طريق بن عمر، وفي خطأ لأيمن بن عمر. هذه الأجواء في استاد فرانسفيل، إن شاء الله ينتهي نحس المنتخب في هذا الملعب فرانسفيل، لأنه خسرنا فيه 3 مباريات. في 2012 خسرنا ضد الجابون بهدف بيير إيميريك أوباميونغ، وخسرنا الربع النهائي ضد غانا في استاد هذا، ثم خسرنا من 4 أيام ضد منتخب السنغال. إن شاء الله المنتخب التونسي اليوم ينهي مسلسل الهزائم في هذا استاد النحس ملعب فرانسفيل. أول إنذار في المباراة على عدلان كديورا يخير جورج ليكانس على حساب عبيد، رغم أنه عبيد لاعب متميز جدا، ولكن يخير الخبرات خاصة بعد خروج سفير تايدر من التشكيل. سفير يلعب للجزائر، أخوه نبيل خاض بقميص المنتخب التونسي عدة مباريات دولية. ترجع كرة للنصور عن طريق عبد النور، ربع ساعة في الشوط الأول، لازم نعرفوا كيفاش نسيروا المباراة في البداية مع هذه الحماسة للإخوة الجزائريين. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة عن طريق سليتي، يمشي سليتي حاط كرة للاعب إبراهيمي. طبعا الفارق الفني والتقني يخلي المنتخب الجزائري أكثر استحواذ على الكرة ويعرف يستعمل الكرة. رد بالك يا عبد النور، سليماني، إسلام سليماني حاط كرة رياض محرز بدون خطا، لأنه المكان خطير وعنده لاعبين يشوطوا مليح. يرجع بالكرة ياسين إبراهيمي، حاط الكرة لرياض، يمشي رياض
الرياض. رياض محرز خارج كره غلام، يمشي فوزي غلام، فوزي غلام واحد اثنين، خطيره للجزائر. رد بالك، رد بالك، الكره والمراوغه والتوزيع والتحضير بعيد على سليماني، بعيد على سليماني، يرجع بالكره وهبي، وهبي الخزري خارج الكره، بعد الكره، بيع الكره، يمشي وهبي الخزري اعطاها لهم وهبي. سيء جدا المنتخب التونسي في اول ربع ساعه، يرجع بالكره الفريق الجزائري وفي خطا وبسلكسيون على بن عمر. بدايه صعبه وصعبه جدا، منتخب الجزائري ممكن ماخذ المباراه في 60% استحواذ بوزيسيون، والمباراه صعبه جدا في ظل افتقاد معركه وسط الملعب. لحد الان فريق هنري كاسبرزاك خاسر معركه الوسط في ظل تواجد الثنائي القوي عدنان جاديورا ونبيل بن طالب. ثنائي وسط ميدان تكنيك بالنسبه للفريق الجزائري اكثر من احنا اللي يمشي اكثر للبدني وللفيزيك. كرة تتهيا من رياض محرز، 16 دقيقة لعب في الشوط الأول. والمنتخب تاريخيا أربع مرات عمل البوديوم في الكان. تونس بطلة 2004، خسرت النهائي في 65 و96 وكملت الثالثة في 62. ترجع كرة خطيرة وبرافو بلبولي. أيضا الخضر عملوا أربع مرات بوديوم، ربحوا كأس 90، خسروا نهائي نيجيريا في 80 وكملوا مرتين في المركز الثالث. ترجع كرة خطيرة المنتخب التونسي، يمشي خطيرة، فرصة كبيرة ضاعت على كاسي ركنية، ركنية المنتخب التونسي، يلزم نلعبوا الكرات في ظهر المدافعين الاثنين. لاعبين بطين جدا بن سبعيني وعيسى مندي. هذه الكرة ممتازة من يوسف المساكني نجاز، نجاز يعمل كرة طويلة، كرة طولية يضرب بها الدفاع ولكن العكايش يوسف متأخر. إن شاء الله استثمار الكرات الثابتة لأنه الديربي يلعب على جزئيات. هذا محمد ربيع مفتاح 31 سنة لاعب لوي اسما السوستارة للسامعية كما يسمون في الجزائر. لوي اسما دالجي، كرة تمشي على طريق القائم الثاني، كرة بعيدة، كرة بعيدة، خليها في الميدان عكاشي، يرجع أحمد العكاشي، أحمد العكاشي شكون أعطاها؟ أعطاها باص عبارة على محرز، محرز وبن عمر، يمشي يتفوق بن عمر ولكن الحكم يرجع لي خطأ. ماذا تفعل يا عكاشي؟ ماذا تفعل يا عكاشي؟ شوف الكرة اللي اهداها العكاشي، هذه الأخطاء الفردية ممكن تقتل أحلام المنتخب التونسي. فريق التونسي جماعيا كان أفضل برشا من السنغال ولكن الأخطاء الفردية ذبحتنا. اليوم أتمنى ألا يتكرر السيناريو، هناك كان ممكن الحكم يمشي لافونتاج لأنه الاثنين تدافع والاثنين استعملوا يديهم. الخطا والاولويه للمهاجم، المهاجم رقم واحد الان في افريقيا اللاعب رياض محرز. ترجع الكره لبن طالب، بن طالب عبد النور، عبد النور ياخذ كورته، عبد النور يرجع الكره وسط الميدان بعيد على ياسر المساكني وخطا لتونس. المنتخب الجزائري متفوق في الثنائيات الديالي حتى الان، يلزم نلعبوا بحماسه وروح الشوط الثاني ضد السنغال اذا نحبوا نبقاو في المباراه ونعملوا حاجه قدام الجار. أيمن عبد النور أمامك في الصورة لعلي معلول، علي معلول يمشي بالكرة، عبد النور، عبد النور الفرجاني، فرجاني، فرجاني وسط الميدان، بن عمر يمشي، بن عمر وأنا من أمين، بن عمر، بن عمر حتكون يوسف المساكني، النجاز يطلب الكرة، يمشي يوسف، يوسف المساكني، يوسف المساكني ينتظر يستنى، يخرج كرة تمشي بالكرة عن طريق العكاشي، العكاشي يحاول والكرة تبقى المنتخب التونسي. العكاشي وزع كرة والدفاع، رجعت الكرة من عيسى مندي والكرة الفرجاني، فرجاني في النصف وخطا للمنتخب الوطني. فاول يحاول يستفيد منه المنتخب التونسي، مازال الفريق التونسي نحسه خايف، الفريق التونسي مازال ما دخلش في المباراة، اللاعبين ما همش متحرين، ما همش متسرحين. إن شاء الله مع الدقائق المنتخب التونسي يدخل في الماتش، أهم شيء أنه إن شاء الله نقول عدينا الفترة الحرجة من توهان منتخبنا بدون قبول هدف. ان شاء الله المنتخب التونسي الان يدخل في اجواء ديربي، ديربي تونس الجزائر هنا في فرانسفيل في غابون من اجل كاس امم افريقيا 2017. لابد من اختبار الحارس عسله، لابد من اختبار الحارس عسله اللي ما عندوش تجربه دوليه كبيره. كرة المنتخب التونسي لابد من التسديد على الحارس. المحاولة يا وهبي، كرة تمشي من الخزري، يلعب وهبي الخزري، حاط الكرة وهبي الخزري، ترجع بالدفاع وفما مخالفة أقرب. كرة المنتخب التونسي، احتجاج من سليماني، يقول الكرة في كتفي، والحكم يقول الكرة في يده، والآن الكرة في ساقك، الكرة في ساقك، سوقها كما يكون، كما ما يكون، حطها في الشباك يا وهبي. وهبي الخزري، هذه الكرة اللي يستفيد منها المنتخب التونسي في مخالفة
قررها حكم السيشيل بيرنار كامي. كرة المنتخب التونسي وبالخزري 10 اهداف مع المنتخب التونسي، ولكن عنده فترة ما سجلش وما سجل ولا هدف في الكان. ان شاء الله هذه يا وهبي. وهبي الخزري وعسلة 21 دقيقة وقيد عسلة. يمشي وهبي الخزري ساق عسلة يحطها وهبي، والكرة في الركنية، ركنية المنتخب التونسي، ركنية المنتخب التونسي. خرجت الكرة بعد ما استطبت في دفاع الخضر، كرة لنسور الخضراء. تمشي الكرة المنتخب التونسي، لابد أن نضغط وردبانا من المرتدات بتاع الجزائر. التعادل يمشي أكثر ويساعد أكثر الجزائر من تونس. ترجع الكرة عن طريق وهبي الخزري بالراس، ومش ممكن مش ممكن. أخطر كرة للنسور، أخطر كرة المنتخب التونسي. هذه الفرصة الحقيقية الأولى، كرات الثابتة ستصنع الفارق في هذا الديربي. تمشي الكرة من وهبي الخزري لمساكن ويوصل متأخر العكاشي، يوصل متأخر أحمد العكاشي. خسارة، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة ضاعت من المنتخب التونسي. منتخب الوطني إذا هجوميا مانيش خايف، القلق الكل من الدفاع. إذا دفاعنا يحافظ على نظافة الشباك بإذن الله سننتصر، لأنه عندنا الإمكانية أن نسجلوا في أي كرة. يرجع بكرة منتخب التونسي، السليتي يمشي السليتي. إن شاء الله هذه فترتنا، إن هبت رياحك فاغتنمها. العكاشي خايف برشا لحد الآن. ترجع الكرة المنتخب التونسي، بن عمر يعديوها والحكم يعطي أفونتاج. كرة تمشي للخضر، كرة للزاير عن طريق الأطراف، يلعب فيها رشيد غزال. غزال مع السيام، غزال يوزع كرة على القائم الثاني، ما زالت الصعوبة علي معلول، والكرة ترجع على القائم الثاني. خطيرة في وسط مناطقنا، ما زالت رشيد غزال. كرة من لاعب لوال، لاعب ليون الفرنسي، رشيد غزال. غزال يمشي بالكرة عن طريق غلام، غلام وكرة للجزائر، محاولة التوزيع، يضرب كرة رياض والدفاع، والكرة في التماس للمنتخب الجزائري. لا، ما زالت الكرة بالميدان، كرة ما زالت في الميدان. ترجع تونسية، برافو يا معلم. يمشي باتراو، يوسف، يوسف المساكني، يوسف المساكني لأن الكونتر، المساكني طلع كرة بسرعة يا نعيم، بسرعة يا نعيم، نعيم 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 نعيم. حط كرة ليوسف، يوسف شابها، شابها في مكان سليم. يمشي الخزري، حط وهبي، اضرب يا وهبي، اركنها وهبي، ولكن عند الحارس ملك عزلة. يلا نصور رسميا في مباراة الخضر. ديربي ممتاز وتوهج هجومي في هذه الدقائق للمنتخب الوطني التونسي. كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة للاعب وهبي الخزري بالكرة على طريقة يوسف في روستنبورغ في 2013. كرة ترجع عن طريق غزال، رشيد غزال حط الكرة في وسط الميدان عن طريق عدنان قديورة. المنتخب التونسي يدخل أيضا المعركة البدنية ويقول أنا موجود. شوف الكرة الأخيرة والتسديدة ضعيفة كانت من وهبي الخزري، هذه لو كانت عند نعيم أو يوسف ممكن شكل ثاني. ما هو مؤكد انها باش تمشي بطريقه غير هذه اللي كانت سهله للحارس عسل. يرجع بالكره بامتياز الجزائر، ولكن المنتخب التونسي يضغط. كره حلوه من سقيق، من سقيق من غير خطا، برافو بن عمر. يلا يا محارب، يلا يا الجلادياتور، امشي بن عمر. اللي عنده بن عمر يمتلك السيطره في وسط الميدان عن طريق الفرجاني. فرجاني حط كره، بدات تونس تلعب، بدينا نكور، بدينا نوقفوا. امشي يا السليتي، العب يا السليتي. اوه يا السليتي، اين المسانده؟ وينك يا مساكني؟ وينك يا خزري؟ كانوا في تفوق عددي مدافع الجزائر، ان كونتر ممكن تعديهم مثل هما ممكن يعديونا. الدفاع هو المشكل في كل فريق. وسليماني وزع كوره خطيره وكبير كبير يا بلبولي، ايمن البلبولي يتصدى الكوره. 24 دقيقه، هذا ابرز لاعب في الميدان ايمن البلبولي. شو تول ممتاز، سليماني حلوه برشا، هو التسديده من رياض محرز بطريقته، ولكن عجز عن قنص مرمانا. ترجع الكرة المنتخب التونسي، عبد النور. الشوط الأول سينتهي بهدف أتمناه لنسور قرطاج. كرة تمشي بن عمر، يمشي بن عمر، بن عمر حط كرة بعيدة، قتلوا بها بعيد على يوسف المساكني، وكرة ترجع للمنتخب الجزائري. ممتاز جدا حارس المنتخب بلبولي اللي فسخ أكثر من هدف وتسدل أكثر من كرة. كرة ممتازة جدا من البلبولي بعد كرة تقريب بنالتي شاتها رياض محرز في هذا المكان. سليماني الروتري تحضير والضربة من القادم من الخلف رياض، والكرة ترجع عن طريق بلبولي. التماس للمنتخب الجزائري، خرجت من نقاس. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، والمنتخب على فكرة تاريخيا في الكان لعب 65 ماتش. الجزائر ربحت 24 واحنا ربحنا 20 مباراة من جملة 65 ماتش في أمم أفريقيا. هكذا هو التاريخ، ما
المنتخب التونسي اللي كان اول منتخب مغاربي يشترك في الكان في عام 62 في كاس افريقيا في اثيوبيا. برافو يوسف، يوسف المساكني طلع الكره يا الفرجاني، طلع الكره يا فرجاني، فرجاني ساسي وصل الكره بامتياز فعلي معلول، علي معلول يرجع مع رياض لازم يتعبوا على المستوى البدني بعض الطلعات لعبنا علي معلول. اسكور على اليمين يمشي بالكره بن عمر، بن عمر يحط كره وهبي، وهبي بن عمر، بن عمر يمشي بن عمر، زيد بن عمر وصل كره النجاس، حلوه برشا، حلوه برشا، هيا يا رب. والكره خطيره يا عكاشي، كره خطيره يا عكاشي، حط راسك ارمي روحك ما تخافش يا عكشة، ما تخافش ارمي روحك، ارمي روحك لو جزاه يا عكاشي. كره خطيره جدا، كره خطيره جدا للمنتخب التونسي. الكرات العرضيه ناريه للمنتخب الوطني. تونس تلعب بشكل ممتاز، بشكل اكثر توازن، مباراة أكثر تناصف الآن وأكثر تكافؤ إيكيليبر بعد ما كانت في أول 10 دقائق بميزة الخضر. مش ممكن يا عكاشي، هذه ما تضيعش، هذه ما تضيعش يا عكاشي صراحة. ولا تخرج في التماس، منتخب التونسي يدخل في اللعبة، يبدأ الديربي، يمشي السليتي أنا متفائل، يمشي العكاشي، 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 كرة في التماس أو في خطأ لأحمد. خطا يستفيد منه ممكن بن سبعيني، خطا يستفيد منه بن سبعيني او لصالح تونس الفاول ممكن. سنرى ماذا قرر برنار كاميل السيشيلي. بن سبعيني في وسط الدفاع، دفاع بدني قوي جدا، والكره لمن؟ الكره ما زالت محتاره ولم تختار هويه الفائز في هذا الديربي. ان شاء الله منتخب تونس فما مخالفه، فما مخالفه، اذا فما كوره بالثابته، فما كوره بالراس، فما كوره دوزيام بال ترجع نشوطوها، فما شانس يا الاولاد، فما مباراه يلزم نكسبوها. 27 دقيقه لعب في الشوط الاول، النتيجه ما زالت بيضاء، كوره خطيره جول، ما زالت الشانس، ما زالت الامكانيه، ولكن خطا لعسل. المنتخب التونسي يرد الفعل ويقول انا موجود. لست فقط وحدك يا الجزائر، من تعرفين تلعبين الهجوم وتهددين مرمى البلبولي، نحن ايضا لنا ثقل وتواجد هجومي. بيزعنتي هذه الكره ثقيله، ثقيله يا عبد النور، كره خطيره، ولكن عزه لحد الان متالق رغم صعوبه المباراه. كانت لعت وخليتها يا عبد النور روخير، كنت تعمل تمويه من غير ما تمسها. ترجع الكره، الوقت يتوقف والحياة تتوقف تقريب في زوز بلدان، الكل يتابع هذه القمة وديربي الخاوة. ترجع الكرة عن طريق الخزري، خزري فمش خطأ، وبن عمر يحط بدو، تبارك الله عليه بن عمر، بن عمر بدأ يحكم في وسط الميدان مع الفرجاني. كرة ضايعة على عدنان جاديورا، هي أصل المعركة وكلمة السر وسر النجاح، الظفر بمعركة وسط الملعب. المنتخب التونسي وسط ميدانه قوي على المستوى البدني، والجزائر على المستوى الفني. ترجع كرة يوسف، بدينا نشدوا كرة، بدينا ندوروا كرة، بدينا نشيخوا كرة، بدينا نلعبوا كرة، والخزري يمشي الملك الكرة عن طريق النمس، يلعب يوسف المساكني، يوسف المساكني، يوسف المساكني، يوسف، يوسف، آه ما مشيتش، لكن تبقى وترجع فرجاني، فرجاني حلوة، جيبها يا معلول، فما تسلل مش واضح ومش موجود. أكثر من 27 دقيقة والنتيجة تعادل 0-0 هنا في فرانسفيل. شوف الكرة، هل هناك تسلل؟ لا، هنا فما تسلل، أوف سايد، صحيح اللاينمان. جورج لكانس البلجيكي الذي كان الأول في تاريخ منتخب الجزائر من يدربه بجنسية البلج، وأيضا كان أول بلجيكي في التاريخ درب تونس. الفترة اللي وقفت في الربع النهائي في الكان الأخير 2015 لما ظلمنا من راجين درافارسار. ترجع كرة للمنتخب التونسي عن طريق بلبولي. 2017 الجزائر في وضعية صعبة في تصفيات الورد كاب، تونس تتصدر المجموعة مع منتخب الار دي كونغو، وكاس افريقيا محطة مهمة للنجاح، محطة لأخذ الثقة، ولكن أيضا أعتبرها محطة أيضا لتحضير تصفيات كاس العالم. يمشي بالكرة سيام بن يوسف، سيام بن يوسف يلعب كرة طويلة تمشي عن طريق العكاشي، يحاول كرة ترجع المنتخب التونسي عن طريق النجاس، النجاس بدينا نفوقه في الديوال في الثنائيات، حلوة برشا، حلوة برشا، الفرجاني، فرجاني يرجع لأيام زمان، والكرة ترجع قدام المنتخب الجزائري. رد بالك من السم من الكبرى رياض محرز، لو ننجح في إيقاف رياض محرز وبراهيمي عندنا 80% شانس أنه نخطف المباراة والديربي.
هي مرهونة في صمود دفاعنا وفي ذكاء دفاعنا ونجاعة وصلابة الدفاع. يمشي بالكرة انطلاق المنتخب التونسي، كرة عند طريق خزري، خزري راجع تحلو انذار سيد الحكم، ورقة صفراء سيد الحكم، تدخل قوي جدا. وبرنار كامين حكم السيشال يكتفي بالقرار الإداري، فاول ويبتعد عن التأديب، ولكن ينبه على كل لاعبين وخاصة رقم 22 في منتخب الخضر اللاعب ربيع مفتاح لورقة صفراء. ورقة صفراء للأمانة مستحقة للاعب الجزائري محمد ربيع مفتاح. عندنا مفتاح وكاديورا عندهم ورقة صفراء بالتكنيك اللي عندنا بيوسف بوابي بالسليتي بروفوكاتور، ممكن يخرج واحد ورقة حمراء، فمش كلام ورقة صفراء في محلها بالنسبة لمفتاح. تدخل قوي جدا شرس المدافع ربيع مفتاح. والكرة المنتخب التونسي وسط الميدان نص ساعة في الشوط الأول، التعادل ما زال سلبي هنا في فرانسفيل. كرة المنتخب التونسي عند طريق السليتي، يمشي السليتي فماش خطأ، اش تعمل يا نعيم. والكرة ترجع بين اثنين، بن عمر والدفاع، وعكاشي يمشي، عكاشي يحاول وصل كرة عكاشي، اش تعمل يا عكاشي. نصف ساعة في الشوط الأول والنتيجة بيضاء 0-0. ما زال التعادل يسود هذا الديربي هنا في ملعب فرانسفيل. رغبة كبيرة من المنتخب التونسي لتدارك آثار الهزيمة الأولى بعد شوط ثاني كبير برشا ومتميز جدا سنوات مع أننا على منتخب ملعبش الكرة هذه في الشوط الثاني طبعا ضد منتخب التيرانجا. كرة تخرج من التماس، رمية جانبية للمنتخب الجزائري عن طريق ربيع مفتاح. كرة لربيع في وسط الميدان تتهيأ لدفاعنا، حذار السيام، أقوى السيام من سليماني. يرجع الكرة بن يوسف والإصرار، روح الانتصار، وفما خطأ من سيام بن يوسف، فما خطأ على قده برشا سيام بن يوسف في الدويل هذا كونتران، يخسر الكرة مع سلام سليماني رغم أنه الأسبقية كانت عنده كنترول أول خايف برشا. ثم الثاني يرتكب في خطأ، وفي رأي يعطي الجزائر كرة ثابتة يستحق حتى ورقة صفراء في اللقطة هذه اللاعب بن يوسف. كرة ترجع المنتخب الجزائري، أوكي ركزوا على الدفاع، ركزوا على هذه الكرة الدفاعية. كرة ترجع للمنتخب الجزائري، حذاري الكرة الثابتة أيضا عندنا مشكل فيها كبير على مستوى التمركز. تمشي الكرة عن طريق رياض محرز وسهلة للحارس، ترجع بالبوكس، رجعت الكرة من بلبولي، يمشي خزري، برافو الخزري يضغط، ولكن الكرة عن طريق اللاعب رقم 17 كاديورا الإبراهيمي، الضغط المتواصل، الدفاع الجزائري يغلط، والكرة الانطلاق عن طريق يوسف المساكني والدفاع، رجعت الكرة من ربيع مفتاح، ربيع اللي عاود لعب بالخزير اللي لعب الماتش الأول وكان سيء جدا، خرج في الشوط ضد زيمبابوي، ترجع الكرة عن طريق بن عمر للمنتخب الوطني التونسي عن طريق يوسف المساكني، يوسف يحاول يعدي، لكن غزال يرجع له اللقطه ويراوغ فيه ويعديه، يمشي رشيد غزال حق كره المحرز، لكن عبد النور يحق فده، عبد النور وكره تخرج، ضربه مخالفه للمنتخب التونسي لايمن عبد النور. 33 دقيقه لعب في الشوط الاول والنتيجه 0-0. هذا هو جورج ليكانس اللاعب الذي كان يكنى بالسكين لوكوتو، كان مدافع الشرس في فريق اف سي بروج، والعب نهائي كاس اوروبا الانديه البطله في عام 72 النهائي اللي خسروه من ليفربول 1-0 في بنالتي من كيني دالجليش. هذه محاوله الانطلاق ومهاره يوسف، ولكن رد عليها اللاعب الجزائري بمهاره كبيره رشيد غزال. تمشي كره طويله ملعوبه بالراس، ترجع بالمفتاح، مفتاح بن عمر صراع الرجال، والكره في منتصف الميدان تؤمن مؤمنه من الطرف عن طريق الهجوم، سيده معاه يمشي الكره السلتي حلوه، نكاس يحط وراه ابراهيمي ويربح تماس للمنتخب الجزائري. يقول المساعد طبعا كان قريب الكونتاكت الاخير، ويرى ثم التوش للمنتخب الجزائري في خطا لتسير، في خطا ضد سيام بن يوسف، صراع بدني رهيب بين سلام سليماني، هذا الدويل سليماني مع سيام.
زي ما شدوا اكثر الكره في هذه الدقائق الحاسمه من الشوط وخطيره. وش تعمل يا معلول؟ اش تعمل يا معلول؟ بربي اش تعمل؟ كره في الركنيه، ركنيه المنتخب الجزائري، كره ثابته خطيره. الهدف التاريخي للجزائر في كاس افريقيا هو بلومي 6 اهداف، بينما لتونس هو سانتوس فرانس سيلاودو 10، محمد صلاح الشديدي 4، عادل السليمي 3، عماد بن يونس 3، والمساكني 3، على بعد هدف من ان يصبح ثاني الهدافين في تاريخ النصور. يوسف ابراهيم يمشي الركنيه، ركنيه للمنتخب الجزائري. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل ما زال يسود، وكرة خطيرة ترجع صعبة على القائم الثاني، لا خوف في وجود البلبولي. بلبولي اليوم في الماتش، بلبولي اليوم مركز كونسنتري والحمد لله لاباس. كرة خطيرة مرة أخرى يسبق سيام بن يوسف اللاعب بن سبعيني هذه المرة. كرة تمشي طويلة، وين مشات؟ وين مشات كرة منتخبنا؟ كرة مشات للتماس. 10 دقائق أخيرة من زمن الشوط، المنتخب التونسي والفريق الجزائري هنا في فرانسفيل في الجابون في أمم إفريقيا الجولة الثانية في الجروب بي 0-0. شوف المنتخب التونسي 20 كرة ضايعة، 14 الجزائر. المنتخب التونسي لنسبة النجاح في التمرير كان 80%، ماتش السنغال فاصلة صحيحة، اليوم أقل، فما توتر وديربي عنده حساباته. العكاش يربح التماس والرمية الجانبية للنصور قدام بن سبعيني، أعطى الكرة في التماس للمنتخب الوطني. شوف الاندفاع البدني، هذا هو الديربي الليلة في فرانسفيل. مفروض أيضا نعرف كيفاش نقسموا المجهود، لأن مباراة تتم في العشية الساعة 5 في فرانسفيل. إن شاء الله لاباس بالنسبة للبلبولي، إن شاء الله لاباس. طبعا البلبولي هذه السادس كاس إفريقية يخوض غمارها حارس النجم الساحلي أيمن البلبولي. الركور نعرفوه على المستوى الإفريقي هو لريغوبير سونغ، لاعب منتخب الكاميرون بثمانية دورات. على ذكر رقم 8 أيضا أونري كاسبر جاك للمرة الثامنة مدرب في الكان، والركور نعرفوه باسم كلود لوروا. المنتخب الجزائري هو التعامل مع المدرسة البلجيكية بفشل، لأنه يعني لكاس بقى 6 شهور في ولايته الأولى، 3 انتصارات، 2 تعادل وزوز هزايم، وتم اقالته في 6 شهور. نفس الشيء بالنسبة لروبير فاسيج اللي قاد الخضر في 5 شهور فقط ب0 فوز في 7 مباريات. ولكانس ولايته الثانية بدأت في أكتوبر، وحاليا فيها 2 انتصارات ودية على موريتانيا، تعادل مع الفريق الزيمبابوي، وهزيمة في كأس العالم التصفيات من الفريق النيجيري. التعليمات لأوري كاسبرجاك للاعب فرجاني ساسي. هذه الكرة الأخطر للخضر سليماني، محرز محرز جول، ولكن أبدع الجول متاعنا حارس المرمى العملاق بلبولي. بلبولي فسخ أكثر من هدف في الشوط الأول. ممكن نقول الشوط الأول الجزائر كانت أخطر بصفة منطقية، ولكن أيضا المنتخب التونسي أتيحت له محاولات ومشاريع فرص خطيرة وخطيرة لو أمكن استثمارها بشكل أمثل وأحسن وأفضل. النتيجة تبقى في البياض، ما زالت 0-0 بين الخضرة والخضر. وكرة لتونسنا عن طريق وهبي الخزري، يمشي وهبي بن عمر، بن عمر هز كرة على اليسار في وسط الدفاع الان عن طريق عبد النور، عبد النور الان في اليسار علي معلول، معلول يلعب كرة طويلة ممتازة السليتي، السليتي فما تسلل على نعيم، فما تسلل على نعيم السليتي، أول كان بالنسبة لنعيم. 9 لاعبين في قائمة 23 يلعبوا الكان للمرة الأولى في منتخب تونس. ترجع الكرة وتبقى بحيازة الخضر عن طريق حارسهم مالك عسلة. مالك عسلة رد بالك يا علي، رد بالك يا علي، يمشي معلول، معلول حط كرة فرجاني، فرجاني بعد على رياض، والكرة عن طريق بن عمر، بن عمر يطلع الكرة عن طريق وهبي، يلعب الخزري، خزري العكاشي قتلوا بها، عكاشي وقف وسلم، والكرة في الاوت تماس لمنتخب الجزائر. المنتخب التونسي تذبذب في الاداء وفي المستوى في هذا الشوط الاول، فماش استمرارية. فترات ودقائق قليلة يطلع الريتم بتاعنا ثم يرجع يتيح، وهذا طبيعي لأن المنتخب الجزائري أيضا لعب على فترات في الشوط الأول. مش ممكن فريق يلعب لك 45 دقيقة كاملة بكاملة الأوصاف.
ساعتها كورة فرجاني الوسط، الوسط هو الوسط، الربح الكل من الوسط. عبد النور، عبد النور متفلسيه بيزي، نمشي كورة فرجاني، فرجاني السيام، سيام بن يوسف، سيام يرجع بالكورة بن عمر، بن عمر السيام، سيام يمشي كورة فرجاني، فرجاني ساسي، وكورة المنتخب الوطني التونسي، يمشي فرجاني، فرجاني حد كورة نكاز، نكاز عدى، واحدة اثنين، تمشي نكاز، العكاش يحط ساق والدفاع يصمد والكورة ترجع تريك كاديورا، كاديورا وعبد النور، عبد النور معاناة وسليمان يهرب، وسليمان يهرب، والكورة خطيرة وخطيرة بالمحرز، وسيام بن يوسف في آخر وقت، في آخر لحظة، في آخر سكوندة، ترجع الكورة لرياض، ورا رياض محرز. ما تعملوليش فيها بيك مباورات تلعبولي في وسط الميدان كرة هذه القصيرة، ألعب كرة في المضمون. كرة ترجع تماس للمنتخب الجزائري، هو سليماني ممتازة من سيام. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، أهم ما في دقائق المباراة هذه الدقائق، لأنه الشوط الأول إذا ماناش رابحين يلزم ندخلوش خاسرين، لأنه وقت قاتل على المستوى الذهني. أسطورنا كرة ترجع من محرز، وكرة في التماس، لا مازالت في السليم، كرة ترجع للمنتخب الجزائري، تبقى بحيازة جزائرية، كرة بالاوت، كرة ترجع المنتخب الجزائري والدفاع من عبد النور، عبد النور وكرة في التماس، لعل وعسى لعبنا باهي برشا ضد السنغال الشوط الثاني خسرنا، ضد مصر نفس الشيء، لعل اليوم نرجع اللعب نخفوا الماتش، لأنه حتى الجمهور صار يقول لك اوكي الأداء يا ريت، لكن المهم النقاط، المهم الانتصار. هذا منطقي وهذا منطق الكرة. مناش برشلونة والريال نحبوا اللعب الجميل والأداء المقنع. حط الكرة في الفيلي. جاديورا حاول ولكن بلبولي تصدى في بداية المباراة. وسط ميدان أكثر متكافئ الآن، أكثر إيكيليبري بتواجد بن عمر والفرجاني. على المستوى الدفاعي الجزائر أقل خطورة. الشوط الأول للجزائر تقريب هو شوطهم ضد فريق زيمبابوي على المستوى الهجومي، ولكن أحسن بكثير على المستوى الدفاعي. كرة من بن سبعيني، كرة من بن سبعيني، أرجع الكرة في خطأ للمنتخب التونسي لأمين بن عمر، خطأ على عدلان جاديورا. كان الجزائر عندها مهاجم كان يلعب في الاتحاد العاصمي، لعب حاج عدلان، كان عدلان جاديورا. والكرة ترجع المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي عن طريق فرجاني، يمشي فرجاني، فرجاني الساسي، علي معلول، معلول يلعب الكرة لعبد النور، عبد النور وكرة ترجع المنتخب التونسي بحيازة البلبولي. الشوط الأول على وشك النهاية، وكأن زوز فرق اختاروا الحسم في الشوط الثاني، ممكن تمشي كرة طويلة، وفما تسلل، فما تسلل على العكاشي، فما تسلل لازم نرد بالنا، لأن آخر ثلاثة هجمات تكسرت في الرجوع. دونك نحاولوا نبدلوا الخيمة نتاعنا، يزينا من التسلل. كرة تمشي عن طريق الحارس مالك عسلة، هو في التماس لتونس، في التماس لتونس، ترجع كرة نجاز، نجاز وهبي، وهبي طبعا متراجع هذا الموسم في ظل عدم الاشتراك في مباراة ساندرلاند، وهبي الخزري، والتماس للمنتخب الجزائري كل مساعد. طبعا في ظروف اخرى وهبي ينفع اكثر، ولكن ان شاء الله يعوضها بروح العزيمه والروح الوطنيه. وهبي الخزري ما نجحش برشا مع المنتخب في الافريق، وهذا اللي اثني عليه على اللاعب السليتي على مستوى الشخصيه، لانه اول مره يلعب في الافريق، عمل ماتش كبير برشا ضد السنغال. ترجع الكره بعيد عن فرجاني لابراهيمي، ابراهيمي حذاري حذاري حذاري، وعبد النور في المضمون، وصل كرة بلبولي، كرة ترجع من ايمن، ايمن بلبولي، كرة طويلة، انخفض مستوى المباراة في اخر 10 دقائق، كرة منحسرة في وسط الميدان، ولعب سلبي من الجانبين، وطبعا مباراة تكتيكية بالاساس في الشوط الاول. بن عمر اللي يغلط يخلص، واللي يخلص يخسر الكان. ترجع الكرة لوهبي الخزري، وهبي الخزري كرة بعيدة، كرة بعيدة، ترجع المنتخب التونسي، شوف الاخطاء بالجملة من الجانبين. الان كل فريق يستنى في نهايه الشوط. بن عمر، بن عمر يلعب كره مساكله حلوه، ولكن فما رجوع، فما تسلل مره اخرى، لازم نحلوا اللعب على الاطراف، لازم الكرات الثنائيه والمثلثات باش نضربوا الدفاع الجزائري. شوف الكره العكاشي بالحق، تسلل واضح، ثالث رابع مره لازم يتفطن العكاشي، لازم يفيق، فيق العكاشي.
الشوط الاول ساير لصفر لصفر مثل مباراة روستنبورغ. كرة ترجع لبن سبعيني، بن سبعيني حط الكرة لعيسى مندي القائد، عيسى مندي ترجع الكرة عند الجزائر، كرة طويلة لسليماني، سليماني عبد النور والحكم يقول خطأ بشرف المساعد، خطأ على أيمن عبد النور في مكان صعب جدا على المنتخب التونسي، خطأ يستفيد منه منتخب الجزائر، خطأ في آخر ثواني الشوط. شوف فما دفع من الجانبين والمساعد يرى أنه عبد النور في هذا الدفع هو المبادر بالخطأ، يعطي الأولوية لفونتاج للاتاكون والكرة في المهاجم إسلام سليماني. مباراة بدنية بين عبد النور وسيام مع إسلام، كرة ستعود للمنتخب الجزائري. آخر كرات الشوط الأول، حذاري من آخر كرة، آخر لعبة في مباراة فرانسفيل، صفر تونس صفر الجزائر. كرة من رياض محرز 26 سنة أفضل لاعب في إفريقيا فيما سبق، الجزائر كسبت البالون دور 81 باللومي 87 ماتشر، وهذا العام محرز، بينما تونس كرة ذهبية وحيدة طارق في 77. كرة خطيرة المنتخب الجزائري، آخر كرة في الشوط الأول، آخر كرة في الشوط الأول، حذاري رياض محرز والدفاع والحكم يقول تعاد، حكم يقول تعاد برنار كامين. يعني أنا شخصيا توقعت أن تسند هذه القمة إدارتها لأفضل حكم في إفريقيا، النورمال يقول أفضل حكم في إفريقيا اللي هو باكاري كاسامال جامبي، حتى برنار كامين هذا من سيشيل. انذار على علي معلول، انذار على علي معلول، وكورة المنتخب الجزائري، دوزيام شانس لمنتخب الجزائر. ماذا هناك صراحة تظلم المنتخب التونسي في اللقطة هذه، يعني أنه منح المنتخب الجزائري فرصة ثانية من مخالفة تولي خطيرة وأخطر، هي أصلا خطيرة من عند ربي صهيبه، تزداد صعوبة الآن. آخر كرة في الشوط الأول هنا في ستاد فرانسفيل، يمشي التوزيع، الكرة بالراس، رجعت بالدفاع عكاشي، رد بالك عكاشي حتى ركنية عكاشي، هذه هي وحده يجري وحده جا ثاني، حتى وحده في الركنية أحمد العكاشي، ركنية ومزات المعاناة، الوقت انتهى، برشا دفاع بدني، برشا قوة، منتخب التونسي حاول يرد من معركة فرانسفيل، معركة فيزيك أكثر، لأن على المستوى التقني الفني ممكن منتخب الجزائري يتفوق خاصة في خطه الأمامي من وسط الميدان وانت طالع. ونهاية الشوط الأول أصدقائي المشاهدين بدون معاناة، الركنية الأخيرة، الحكم السيد تشيلي، السيد برنار كامي يطلق صافرة النهاية للفترة الأولى، بطل الشوط الأول من الجانب التونسي وأفضل لاعب كان بامتياز الحارس البلبولي. الشوط الثاني أتمنى أن أرى غير البلبولي رجل الفترة الثانية في الشوط الأول، أربع بارات، أربع تصديات من البلبولي، المان أوف ليس ذا ماتش ذا فيرست هاف، وإن شاء الله في الشوط الثاني نتوفق ونجد الحلول على المستوى الهجومي. ممكن امورنا ماشيه، لانه صفر لصفر مع جزائر خلقت برشا فرص ووصلت برشا مرات البلبولي مع عنصرين ولا ثلاثه في المنتخب مش بالطوب، نتصور انه الشوط الثاني ان شاء الله باش نكونوا احسن مثل سيناريو ماتش السنغال يا رب. نذكر انه اللقاء يتم في مناخ صعب جدا، 80% الهوميديتي، وجزائر جرات برشا وتعبت برشا ولعبت برشا، وممكن هذا يكون صالحنا في الشوط الثاني. الان لا حقيقه الا حقيقه الميدان، لا حقيقه الا حقيقه الميدان، هي الطياره تونس كارتاج رافضين الان تماما وبالمره يا معلول، نقول بعد النكد والغصه يدور الفلك ونروحوا بالكاس للمرسى يا معلول، نقولوا بالديربي للمرسى يا معلول. ترجع الكره ملعبه طويله، ترجع بالراس كره في الميدان عن طريق سليماني من افضل لاعبي الشوط الاول، تحرك برشا سلام، هل بدنيا جاهز انه يكمل اخر مشوار؟ ابراهيمي والضغط عليه، ياسين يعاني مع النكاس، النكاس والبريس، اضغط يا الاولاد. ترجع الكره المنتخب الجزائري، كره في الوسط، واحده اثنين الثالثه في قلب الدفاع، يمشي بالكره عيسى مندي حاط الكرة بن طالب، مهارة كبيرة، نبيل بن طالب وبرافو الدفاع، رجعت الكرة كونتر يا بن عمر، سيب كرة يا بن عمر، والكرة ترجع للإبراهيمي.
ياسين ابراهيمي، ياسين ابراهيمي عندك عبد النور، عبد النور وفما خطا لمنتخب النصور. المنتخب التونسي 18 حضور في الكان، ابرز النتائج طبعا 62 المركز الثالث، في 65 فينال، في 78 نصف نهائي، في عام 96 نهائي، 98 الربع نهائي، 2000 نصف نهائي، 2004 الكاس، ومن 2004 ما عديناش الربع نهائي. هي دور المجموعات، هي الكارد فينال. سلامات بالنسبة لعبد النور. دربيات جانفي تاريخية للمنتخب التونسي، ربحنا مرتين وتعادلنا مرتين، ما نخسروش قدام الجزائر في جانفي إن شاء الله يا رب. المرة الخامسة بهذا العنوان، وخاصة أغلى انتصار يمشي كورة برجاني، برجاني تحط الكورة مرة أخرى، منتخب التونسي يوسف يلا يمسكني، يمشي مساكني ما عمل شيء في الشوط الأول، الآن وقتك وهذا وقتك، يرفع الكورة يوسف، يوسف يمشي، يوسف لمساكني، يوسف لمساكني، يوسف لمساكني، وبالخسري والكورة السيئة جدا وسهلة العسلة. كرة سهلة العسلة، تقريبا نلعب ناقصين، عدم الاستعداد للعب وهبي الخزري، أتساءل هل ممكن أنه يلعب 90 دقيقة يعني؟ كنا ممكن نلعب بلاري وبعد يدخل وهبي في الشوط الثاني اللي هو الشوط الحسم في هذا الديربي. إن شاء الله في أخير ترجع الكرة وسط الميدان، يرجع المنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز، رد بالك من رياض لما يدخل ويلم الوسط، يرجع بالكرة عن طريق فوزي غلام، فوزي غلام حط الكرة، أوه ترجع الكرة مقطوعة الغزال، غزال ورد بالك يا سيام، رد بالك يا بن يوسف، يمشي سيام بن يوسف، الكومباتيف يوصل كرة طويلة تمشي بالراس وسط الميدان، الجزائري ياخذ الكرة تبل، والكرة من رقم 10 يمشي بن طالب، بن طالب تتحط الكرة، برافو، تاكل ممتاز، يرجع بن عمر بامتياز وفي خطأ وفاول. عمر لازم نعمل رولانس، نطلعوا الكره اسرع اسرع، اجري الكره تمشي المعلول، عليه معلول، يمشي عليه معلول، عليه معلول، وكره في اليسار المنتخب التونسي، يرجع بالكره السليتي، سليتي يوسف، يوسف وهبي، والدفاع لابد من الضغط يا الاولاد، يلا جو جو تونسيا جو، كره المنتخب الوطني التونسي، باس حلو في العمق، هذه هي لان المنتخب الجزائري دفاعيا نفس المشكل، نفس المشكل، ترجع كرة طويلة في العمق خسارة، يمشي بالكرة فماش خسارة، فرجاني يقاتل والكرة في التماس، الرمية الجانبية للمنتخب الوطني، أربع دقائق، أربع دقائق باش يتيحوا في سيكمون المنتخب الجزائري، أنا متأكد من هذا. ترجع كرة المنتخب التونسي معلول، يمشي عليه، لو نعاودوا الشوط نتاع السنغال نشدوا كرة ونمشيوا للفرص، وكرة في فرصة، يمشي خطيرة، خطيرة العرضة يا جول، واحد بلاش واحد بلاش، بن سبعيني ينقاد الى السبع يوسف المساكني، 2013 البارح، 2017 اليوم، لحالي دوم لحالي دوم، الريس مبولح البارح وعسل اليوم، العسل يوسف المساكني، مشى مليح مشى مليح، فرجاني وصلها المساكني لبال الانطلاق، يضرب كوره حتى عكسيه، 1-0 في المرمى الجزائري، 1-0 للخضره، 1-0 للخضرة، 1-0 عن طريق المساكني بمساندة الراعي الرسمي السبعيني، واحد بلاش الكان يبدأ في هذا التوقيت، 1-0 المنتخب التونسي، يوسف النمس قل عنه ما شئت، يوسف الكوبرا، يوسف السيد، يوسف السيد، يوسف سي السيد في الديربي المغاربي، سي السيد هو يوسف المساكني يا السبعيني، 1-0 المنتخب التونسي، خطوة حلوة برشا ولكن ليس بعد، فرجاني يوسف بن سبعيني اون جول، 1-0 يشعب الكورة، ابراهيمي ابراهيمي باش تعطينا برشا ثقة ان شاء الله الاولاد، صفوت يلا معلول، يمشي عليه يمشي عليه، مباريات مثل هذه تقتل يا اخي تقتل يا اخي، ترجع بالكورة طويل، عكاشي عكاشي انا رابحين يا عكاشي، ريح روحك ريض روحك هدي روحك، ارجع الكره 1-0 المنتخب الوطني التونسي، هذه لعبتنا، استنينا وصمدنا في الشوط الاول، الجزائر ضيعت فرصتها في البريمير ميتون، في الشوط الثاني النصور يوري لعبه، العب لعبك يا كاسبر جاك، 1-0 للخضره على الخضر،
منتخب الجزائري اللي عنده بين ظفرين عقدة تاريخية، لم يهزم المنتخب التونسي في ماتش رسمي من جام في 87 هدف ماتشين في تصفية الكان من 87. إن شاء الله تتواصل هذه الأفضلية التاريخية للنصور. خطأ وفاول، خطأ على القائد عيسى مندي. الجزائري يشك، الدفاع يشك، واحنا يلزمنا ما غير شك، يلزم نمشيو لقدام. لوبجيكتيف بتاعنا القدام يا الاولاد. 1-0 تونس. يمشي وهبي يلعب الخزري، عاودها له وهبي، يمشي الخزري هز كوره جابها بعيده، قتلوا وهبي الخزري، قتلوا الخزري. يعني ربع ساعه في الشوط الثاني خرج وهبي دخل لحم، دخل حمزه الاحمر، دخل حمزه، شدوا الكوره اكثر في الوسط، وحمزه اكثر جاهزيه. رد بالك بالمهارات الفرديه للاشقاء والخضر. ترجع الكره للجيران، الجار محتار وجاره طلع غدار، وكره 1-0. ترجع الكره غلام، غلام وخطا على النكاس. فاول ضد المنتخب التونسي. مباريات هذه ما تتعلقش، تتعاش. القيمة الملعبية ما تتلعبش، تربح. لا أدري كيف سنستكمل رحلة ال 40 دقيقة اللي ما زالت يا نجاس. تمشي كورة للمنتخب الجزائري عن طريق غلام، غلام وبالراس عبد النور، وفاول، فاول يا عبد النور. خطأ يستفيد منه المنتخب التونسي. 8 دقائق اللعب في الشوط الثاني. يعني أتمنى أن يتحرر الفريق، لأنه يعني أنا عكس اللاعبين اللي ممكن إن شاء الله هما فايدة فيهم البجلة يتحروا بعد الهدف. أنا شخصيا العكس، وليد مقبوض كثير بعد الهدف، متوتر أكثر، ممكن لأنه سجلنا هذا الهدف اللي يقرب من الدور الثاني. منتخب تونس الوطن تمشي كورة. 54 دقيقة في الشوط الثاني في المباراة، 1-0. كرة طويلة، يمشي بالراس المنتخب الجزائري، تمس معنويا مورال مون، تمس الفريق الجزائري. كرة بعيدة من كاديورا. لو نستثمر هذه الوضعية ونسجل الثاني في الباي باي يا معلول. ترجع الكرة من علي معلول. علي معلول، علي حاط الكرة الوابي. ترجع المنتخب التونسي عن طريق يوسف، يوسف سليتي، سليتي يمشي، سليتي شاط الكرة، ضربة مرمى لعسلة. كرة من نعيم. المنتخب التونسي يبدا افضل سيناريو الشوط الثاني، سيناريو ابهى ما يكون، سيناريو التقدم في اول دقائق الشوط الثاني. كرة تمشي لفريق الجزائر من سيماتر. ترجع عبد النور، رد بالك من الاخطاء الفرديه، سلامات عبد النور، يمشي بالكره خاسري، خاسري يلعب في المضمون، يرجع بالكره للنصور، كره تلف تمشي وتدور عن طريق الخاسري، خاسري غزره يهسقيه، يلعب سيف الكره عن طريق فرجاني، فرجاني نقاس، نقاس حط الكره، نقاس بن عمر، بن عمر يمشي، بن عمر يمشي، يوسف يعمل التيمبو ويباسي، والكره الفرجاني، فرجاني فرجاني، 5 و5، صلوا على النبي، صلوا على النبي، كره من مفتاح والتماس لمنتخب تونس. هذا هو طبيعة المنتخب التونسي، الذهاب عمره ما يسدد يا ولدي، الذهاب عمره ما يسدد يا كبدي. ترجع الكره المنتخب التونسي من اوت. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، 1 بلاش تونس. يوسف شاد كرة وبين السبعيني حول وجهتها واتجاهها إلى مرماه في مرمى عسلة، ليتقدم المنتخب التونسي 1-0 في 10 دقائق لعب من الشوط الثاني. المنتخب الجزائري يحاول عن طريق خبرات ياسين إبراهيمي التنبيه لهذه الوضعية الصعبة ولقادم الدقائق. المنتخب التونسي الآن عندنا فرصة، لأن المنتخب الجزائري تمس من الهدف، كان نسبيا ماسك المباراة، يلعب كرة بهذه الطريقة ومباغتة عزلة. لما يمسك الكرة النمس، أعرف اللي ما قالها الشباك، النمس مر من هنا وكتب أوتوغراف العادة في نهايات الكان. الآن لجرين تخرجها، خرجها يا عبد النور، وكاسبر جاك يقول لعلها ذكريات 20 سنة للخلف. ترجع الكرة المنتخب التونسي، كرة في الأوت والتماس، رمية الجانب للمنتخب،
كورة لولادنا وكورة لبلادنا عن طريق المنتخب التونسي. خطا اخر في الدفاع يرتبك الدفاع الجزائري. يلزم الضغط يلزم الضغط يلزم الضغط كاننا خاسرين. تمشي كورة ملعوبة طويل. رد بالك رد بالك يا علي 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 علي. كورة ترجع من معلول عن طريق بلبولي قلب الاسد. 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني. الجزائر 0 تونس 1 هنا في فرانسفيل. التقدم 70 ضد مرماح. او مندي وحتها مندي صلح الوضعية. مندي مهما يكون مندي 70 السباعة التونسية تتقدم بأولى الأهداف. ترجع الكرة عن طريق عبدو. يمشي عبد النور عبد النور يرجع بلبولي بلبولي. كرة طويلة ملعوبة في وسط الميدان. ترجع الكرة للمنتخب الجزائري. الضغط التونسي والتفوق التونسي ولكن الخضر يستفيدون من خطأ. أرجع ركز يا عبد النور أرجع ركز. كرة من رياض رياض جاب الكرة فوزي غلام. يمشي فوزي غلام كرة توزيع سليماني خطيرة ومرت سليمة مرت سليمة على الدفاع التونسي. علي علي الشبكة يا مساكني حبة حبة والكورة نحطوها في الفيلي. ترجع الكورة للمنتخب التونسي عن طريق وهبي وهبي الخزري شاف يوسف واحدة أخرى مساكني مساكني شر الكورة يطلع فيها نكاس. حمدي حمدي يا حمدي حمدي هرب حمدي يهرب حمدي يدخل في إعاقة. ماذا هناك ماذا هناك؟ النكاس يطالب بالركلة والحكم يقول ما فيش هف على غلام. هذه الكرة الأخيرة شعمله 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 هنا فيها نوع من الإعاقة والحكم يقول ألعب. كرة ترجع للمنتخب الجزائري. المرة الجاية يلعب مليح ولعب صحيح يا عبد النور. ما كل مرة تسلم الجرة يا عبد النور. كرة ترجع للمنتخب الجزائري. كرة ترجع للفريق التونسي من سيام. برافو سيام بدا يتفوق في الدويال. المساكن بدا يظهر بدا يظهر معدل الفنان. حط كرة في وسط الدفاع. اضغط اضغط يا سليتي اضغط يا سليتي. ترجع كرة وحلوة للمنتخب الوطني. فرجاني فرجاني الساسي فرجاني 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 فرجاني. هز كرة على اليسار هز كرة على اليسار مع كل الدعوات. يمشي بالكرة معلول علي معلول. حط الكرة لبن عمر بن عمر فرجاني يا بطرة والكرة تمشي المنتخب التونسي. عاودها له عاودها له يا سليتي. تعمل سليتي ايش يعمل؟ فما خطا للمنتخب الوطني فما خطا. خساره خساره البريش ظهرت الثغره وجدت هنا العبلو. ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي. ولا المنتخب الوطني التونسي باهي روح الاصرار بتاع سليتي نعيم. والكره للمنتخب الوطني. 1-0 قربنا من ربع ساعه اولى في الماتش وفي الديربي. 1-0 الجزائر في مرماه. كرة تمشي المنتخب التونسي. توتر كبير بادي في ملامح الحارس عسلة والرفقاء. كرة لأحد أولادنا يمشي بالكرة وابي الخزري مع علي معلول. فرحة وسط مدرجات فرانسفيل. فرانسفيل صارت تونسفيل. فرانسفيل تتحول إلى تونس المدينة. والرصية مساكني كرة برا أوت كرة برا أوت. ربع ساعة لعب في الشوط الثاني. مازالت حكاية نصف ساعة مازالت نصف ساعة فيها برشا كورة برشا ديربي برشا أجواء وبرشا أسماء برشا ديتاي وجزئيات في هذا الوقت المتبقي من القمة. كورة ترجع فيها لمسة يد أيضا من سليماني ممكن الحكم يقول ما فيها شيء. ترجع برافو بن عمر بن عمر وفرجاني بن عمر وفرجاني ثنائي أكثر من رائع اليوم. استعدنا الفرجاني لأنه الفرجاني في فترة ماتس كان غايب عن نشاط الكرة وعن المباريات انتقدناه فترة لك رجع تبارك الله عليه. ونفس الشيء بالنسبة لبن عمر عنده شهر ما مسش كورة. خميس عليه الحوت عليه وحده اللاعب أمين بن عمر. ترجع كورة من نكاس. عندنا الخيارات عندنا الخنيسي بديل العكاشي أو خليفة أو خليفة اللي عنده الكونتر اتاك والسرعة في هذه الوضعية التكتيكية. الآن مع تقدم منتخبنا الجزائر تخسر معركة نص الميدان. أرجع يا فرجاني فرجاني وكورة بامتياز بن عمر في كل مكان في فرانسفيل في ليبروفيل في بونبوفيل في بانجوفيل في هيروينفيل في المكان الكل موجود. والكورة تمشي يمشي عكاشي يمشي. الكورة ترجع من تسلل على المنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة للمنتخب الجزائري. 61 دقيقة في المباراة 61 دقيقة في بداية السارة. المغرب تعدى والدنيا ظلمت والناس تستنى في فرحة فنحن فاعليها. يلا يا الأولاد ترجع الكرة مرة أخرى جزائرية عن طريق إبراهيمي. يمشي إبراهيمي ياسين 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 يزود ياسين ويربح خطأ إبراهيمي.
لاعب الاف سي بورتو لاعب دراغاو اللي عنده 7 أهداف مع النخبة الجزائرية. ستعود الكرة للمنتخب الجزائري من خطأ. مخالفة قريبة، حذاري من الكرة الثابتة، حذاري من الكرة الثابتة، هي ما ستصنع الفارق. هكذا هي الوضعية في هذا اللقاء. كرة المنتخب الجزائري في هذا التوقيت 1-0 يمشي غزال، حذاري وبرافو بالراس، رجع السلامات. يا خسري يا خسري يا خسري يا وهبي، يا وهبي. منتخب التونسي قلت كتفاؤل في البداية أنه لعب ماتش تاريخي في 5 جويلية الكوب دي موند 78 في الجزائر، في 5 جويلية قدام يتلف بالكولور الأحمر، وقتها سجل عمر الجبالي هدف للتاريخ بالدقيقة 90. عميرات عمير يا عمر، والكرة الآن للفريق الجزائري. إبراهيمي وفي خطأ آخر على الفرجاني، والدفاع يتدخل وكرة بالتماس. مباراة أعصاب الآن، 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. التقدم تونسي ب1-0 عن طريق أوين جول، هدف من نيران الصديقة، يستفيد منها منتخب تونس بعد كرة فرجاني ليوسف، يوسف يوزع، والدفاع الجزائري في مرماه. 1-0 في 18 دقيقة، رتبانا من الكرة الثابتة. يلزم نقلوا ماكسيموم هذه المخالفات للمنتخب الجزائري. كرة تمشي من غزال، يلعب رشيد غزال، رشيد غزال، كل واحد مع صاحبه، كل واحد مع صاحبه، صراع بدني رهيب. فرجاني والنكاس وإصرار بن طالب وسليماني وبرنار يتفرج ويسير المباراة. فرجاني رد بالك يا فرجاني. المباراة صعبة وصعبة جدا في قادم دقائقها، أسبقية مهمة ولكن ليس بعد. هذه الكرة اسمعوا يا معلول ايش قال له، ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الجزائري. يا ستار يا مان على اختار كرة للمنتخب الجزائري، يمشي كرة فيها غزال وبرافو بلبولي يا عطوكة ويا واعر ويا كافسي ويا كانون ويا طبقة ويا شمع الكل. ترجع الكرة مرة أخرى، امشي يا وافي مثلك ناس، يا وافي بلدي التونسي، ضرب جزاء تونس. غلام يرتكب خطأ عمره، وخزري بينتي ريده. ما تصفقش، استنى. ماذا قرر؟ استنى. اشتغل الحكم بينتي، ولكن انطالبه ممكن بورقة حمراء لأنه آخر مدافع. طبق القانون يا برنار، طبق الكميل يا قانون، طبق القانون يا برنار. العب الكرة كما هي يا سيشيلي. يوسف المساكلي بالتخصص في الديربي، حط الكرة جاه يجري حتى قدامه ودخل وهرب. بينالتي محلى زينك يا بينالتي. ان شاء الله توا نسكتوا الكل، نستناو 65 دقيقة في مباراة الديربي. السوف ما فماش ولا ورقة صفراء يستحق حمراء. فوزي غلام بصراحة متاع ضرب جزاء آخر مدافع، إذا غيروه القانون وأنا وقتها في إجازة ما نعرفش. كرة المنتخب التونسي، نعيم السليتي وعسلة. 65 دقيقة في المباراة. مالك عسلة حارس الشبيبة، فريق شبيبة القبائل. سليتي ليه؟ الهدف الثاني، السكوندو، احلى بونتو، اروع بيوت، اسمن الراتي، احلى واشر جول. 2-2-2، رجع لكم التنين. 2-2-2، رجع التنين. الذهب عمره ما يسدد، الذهب لا يسدد ابدا، والرجال تمرض ولا تموت. الله يا اولاد الخضراء، الله على رجالك يا الخضراء، الله على كبارك يا النسور. الله موعودين باحلى انتصار في درب الاشوار، حتى له على اليسار، امشي
يمشي عسل على اليمين، عسول متاعنا يحط الثاني، الثاني لمنتخب وطن، منتخب بلد، علم واحد، وطن واحد، قلب واحد، لسان واحد. الله على الكورة والرياضة، الله على الكورة والرياضة. الآن يا الفيل كلنا في القلوب، وتونس هي مهد القلوب. 2-0 محلها محلها، نسمع في سياحكم، نسمع في تصفيقكم، نسمع في تشجيعكم، نسمع في ولعتكم، نسمع في شيشتكم، نسمع في فرحتكم، نسمع في صغاريتكم. الله يا وطن محلاك. 2-0 2-0 للمنتخب التونسي، 2-0 لأولاد كرتاج. للزاكل ما طلعوش دجاج وما طلعوش فلاليس. صفر وإصابة، وكرة ترجع لأمين بن عمر. خفت من سليتي، خفت من سليتي، والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الأصوات، والله لو بكشت لا صوت يعلو فوق صوت النسور. في صفر، سجل يا سليتي. وراح ترجع المنتخب التونسي بالتماس. جوك أحلى جو، جوك أحلى جو. 2-0 كرة ترجع المنتخب الوطني عن طريق السليتي. سليتي عليه عليه عليه، والكرة ترجع عن طريق يوسف. يوسف المساكني، المساكني نقل الكرة، قلب الكرة، طول الكرة، يمشي فيها حمدي النكاز. هيا الثالث، والكرة ترجع ويمشي فرجاني، فرجاني فرجاني يا معلم. والكرة باترو كنترول، كنترول المايسترو معلول. كرة حلوة برشا بسليتي، سليتي 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 سليتي. ترجع كرة المنتخب التونسي. يا قلبي يا قلبي يا ما عشت معاك تراح، يا ما بكيت معاك ليالي، يا ما فرحتينا ليالي. النجمة والهلال ديما يضويو، والكرة خطيرة. وبرافو عبد النور، برافو يا عبد النور. كرة تخرج في تغيير الخضر، يخرج رشيد غزال ويدخل بغداد بونجاح، اللاعب السابق للنجم الساحلي واللاعب الحالي للسد القطري. حذاري من بغداد، حذاري من بغداد. انا لو تتذكروا قلت لكم في بدايه الشوط الثاني، المنتخب الجزائري يدفع ضريبه الشوط الاول اللي لعبوه بريتم برشا عالي في الميديتي، هذه 80% شيء يقتل. المنتخب الجزائري لعب شوط اول بريتم غير عادي، حب الكاس يخلص على تونس في الشوط الاول، لكن تونس ما يخلصوش عليها. تعرف كيفاش تتخلص من الصعوبات، من الكامبينات، من الاشكاليات، من كل الوضعيات، وتخرج ديما بدعوات الصالحين. سلامات سلامات. 2-0 2-0 وهبي الخزري، وهبي الخزري يجيب ضربة جزاء غالية وغالية جدا، وسكور في ثنائية. سليتي يا معلم، سليتي يا كبير. 2-0 كورة على يسار الحارس عسل مالك. 2-0 70 دقيقة، والكورة ترجع المنتخب التونسي. كورة المنتخب التونسي، ترجع كورة للفريق التونسي في خط عملية اعتراض. كرة ستعود للفريق الجزائري، تلعب بسرعة. حذاري لابد من التغطية. أيمن بن عمر، خميس عليك، خميس عليك يا ولدي، خميس عليك، خميس عليك يا بن عمر. بن عمر والفرجاني والتوازن المفقود في ماتش السنغال وسود التيرانكا. تمشي كرة عالية، ترجع كرة بن عمر، وكرة ضربة ركنية للخضر. كورنيه للجزائر، مازال الماتش يا الأولاد، مازال الماتش يا الأولاد، ما زالت المباراة يا الأولاد. 20 دقيقة لنهاية الديربي المغاربي هنا في فرانس فيل. تمشي كرة توزع على القائم الثاني من غير ما تمسه، من غير ما تمسه يا سياب. كرة ترجع، مدافع ما يعرفش يتصرف الكرة، تو يعطيها لك. برافو تمس، توش توش المنتخب التونسي. ضربت في بن سبعيني، استناه استناه. معنويا نحن في التوب الان، لاستوندون خذيناه. الوقت في 70 دقيقة اثنين بلاش، مازال الديربي، مازال الماتش، لازم نبقاو مركزين ونلعبوا بالجرينتا اللي بدينا بها الشوط الثاني. كرة ترجع من الاوت والتماس،
كرة ترجع من التماس للمنتخب الجزائري عن طريق الثلاثة فوزي غلام. غلام يحط كرة بن طالب والكرة أوت على فوزي. ضاعت الكرة على نبيل بن طالب وفوزي غلام لاعب البارتينو بي نادي نابولي. كرة ترجع المنتخب التونسي تمشي الساعة برحلتها، تواصل الثواني والدقائق جولتها، تمشي الخضرة في دورتها في فرانس فيل الدين بلاش في الدقيقة 27 من الشوط الثاني. بغير خطا بن عمر، بن عمر يا بن عمر، بن عمر يا بن عمر، راك عملت القهر. والكرة تمشي من بن عمر، امين امين بن عمر. يلعب الكرة المعلول، معلول محلول، ياش الكرة معلول والكرة لبن عمر او سليتي، سليتي والكرة ترجع للمنتخب التونسي في الدفاع عن طريق خزري. ولا دويلة عندك، برافو عبد النور. ولا ترجع لبن طالب نبيل، بن طالب نبيل رد بالك يا عبد النور، يا عبد النور اش تعمل؟ وكرة تمشي، برافو يا معلم يا باترون عبد النور. كرة طويلة من عبدو، جات الكرة منتخب التونسي كرة طويلة وترجع للفريق الجزائري عن طريق عسل ملك. 72 دقيقة مازال مازال. يخرج الآن لعكاشي ويدخل الخنيسي، نعم هو كذلك سبحان الله، والخنيسي قاعد يقوم بالحركات الحمائية ثم يلزم يدخل لاعب وسط آخر. أنا في رأيي في دقيقة 80 داخلنا وسط آخر، أول يعقوبي محمد علي، دليل يعقوبي لاعب ثالث في اللاكس، لاعب ثالث في اللاكس، نعم لاعب ثالث في اللاكس. خرج الخزري ويرجع بثلاثة في المحور، لأنه الجزائر باش تطول الكرة الآن على سليماني، باش يطولوا الكرة على سليماني وبغداد، وصاروا يلعبوا اثنين في البونت القدام. راسي حربة، اختيار رائع، مازلت مركز، مازلت مركز. خميس عليك يا كاسبر جاك، 71 سنة مازال فايق، مازال فايق. يدخل اكسيار ثالث اليعقوبي مع عبد النور مع سيام، لأنه الجزائر صارت تلعب دوز اتاكون، بغداد وسليماني، ويطولوا الكرة الآن ليهم. يخرج خزري الآن، ممكن في مجال العكاشي، من سيدخل؟ الخنيسي أو حتى الأحمر، أو حتى الأحمر في وسط الميدان. خلينا نسكروها بالبيتون أرمي، جيب لي سمنت مسلح، شوفوا في تونس كامل السمنت المسلح، السيمان وجيب. هني يدخل، هني يدخل، وتونس تمشي في دقيقة 74. يدخل سفيان هني بديل لياسين إبراهيمي. يخرج ياسين، ترجع كورة بن طالب، بن طالب كورة للمنتخب الجزائري عن طريق غلام. غلام يلعب كورة رياض محرز، محرز وممتاز المراوغة، حذاري من هني والكورة تمشي. ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي، مباراة تكتيكية ممتازة، قراءة المباراة، تسيير المباراة. اليوم أوري أعطى درس لجورج ليكانس، هما الاثنين تقريبا في نفس السن وبنفس التجارب، ولكن الحقيقة أوري كاسبر جاك ظهور ثعلب بالحق، ظهور ذيب. يرجع بالكرة للحارس بلبولي، كان ممكن الكرة تنفعنا وما تقدرناش في ماتش سنغال بعد شوط ثاني واخطاء فردية. اليوم الأمور رجعت إلى نصابها والمنتخب الوطني يتقدم بدون أي قبل ربع ساعة من نهاية الماتش. ترجع الكرة بن عمر، بن عمر وفما خطأ يستفيد منه المنتخب الجزائري. ترجع الكرة عن طريق بن سبعيني، بن سبعيني لغلام، كرة الغلام فوزي غلام لبن سبعيني، يمشي بن سبعيني، بن سبعيني أمام هني، رد بالنا منه اللاعب هذا مهاري، يمشي بالكرة والتوزيع من غلام وما يعديش. النقاس أمامه، النقاس أمامه، بن عمر وراه، البحر من أمامك والرجال من وراك، والكرة تمشي عن طريق بن عمر، يلا الكونتر يمين، أمين بن عمر حط كرة عن طريق عكاشي، 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 يمشي أحمد، يمشي العكاشي، خارج كرة حلوة برشا في سرجو، كرة برا وضرب التماس، وفي خطأ المنتخب التونسي باهي، باهي 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 برشا، باهي برشا، طريقة تسيير المباراة بعد أسبقية الهدف الأول وضربة الهدف الثاني. 2-0 المنتخب التونسي على الشقيق الجزائري. فيها فاول، فيها فاول واضح في بداية الأتاك لنبيل بن طالب، هو اللي عمل الخطأ. كرة ترجع للمنتخب التونسي، شوية إنرجي، شوية تركيز، شوية حضور، ولو تجيبونا الثالث حقيقة أنهينا المباراة بنتيجة تاريخية. حاول يا علي، حاول يا علي،
كورة من معلول. معلول هل أثر غياب بولحي من ناحية المعنوية في الدفاع الجزائري؟ لأنه شفناه مهزوز في الشوط الثاني، لأنه ضرب جزاء وهدف عكسي لا يسأل عليه عسلة حتى في تلك الظروف، حتى بولحي باش يقبلهم، ولكن ممكن معنويا في وجود بولحي زملائه مطمنين أكثر من عسلة. الآن اللي يهمنا يمشي معلول، حتى له عليه، الله، كورنر، ركنية، ركنية يا كاسبر جاك، كأنك البارح في عمرك 20 يا أوري، منور منور منور، والمنتخب التونسي ديما منور. تحية للراحل الهادي التونسي اللي غنى غناية للتاريخ في الرياضة التونسية وللشعب التونسي، ديما منور. وصور يا المصور، صور صور صور، سيناريو متصور أم لم يتصور. مرة أخرى المنتخب التونسي يضغط، الفريق الأفضل في الشوط الثاني، غياب جزائري في الشوط الثاني، والرأسية والكرة الثلاثية، والعكاشي يدخل ويضرب ويمتع، والكرة ترجع من عكاشي، عكاشي أصر، ألح ألح يا ولد العكاشي، والكرة ترجع في 77 دقيقة، 77 دقيقة في المباراة، 2-0 تونس، 2-0 تونس، ويدخل طه ياسين الخنيسي بديل العكاشي. الآن تعامل ممتاز مع ظروف المباراة، مع ظروف الديربي، أصعب الأمور آخر الدقائق، آخر الدقائق. حاتم الميساوي وأوري كاسبر جاك حطولها الوصفة السحرية الناجعة والناجحة، وقرأوا منتخب الجزائر وعداوا منتخب الجزائر للتشريح بشكل ممتاز جدا، عرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف. صمتنا في البداية، وانا صدقوني من الكرات الأولى اللي فسخهم بلبولي قلت إن شاء الله في أخير. يدخل الخنيسي بديل العكاشي، دقيقة مشيت 78، وفي الأصل ما تحبش الدور وتلف وتمشي، امشي يا ساعة امشي. 2-0 فرحة النصور في ديربي المغرب الكبير. كرة تمشي طويلة، ترجع بالراس، كرة خطيرة، برافو الدفاع، برافو من يعقوبي، دليل يعقوبي يلعب في تركيا، ما غير خطا، وكرة ممتازة، وامتياز تونسي على المستوى البدني، الماتش ربحناه في الشوط الثاني تكتيكيا وبدنيا، والكرة ترجع طه، طه، طه الخنيسي، يحسب الكرة يوسف، كمل كمل بريس، كمل بريس، برافو يوسف، والكرة تمشي ملعبة طويلة، ترجع ضربة راس لعبد النور، عبد النور حط كرة في السلميدان، كرة تمشي المنتخب الجزائري عن طريق هني، بن هني، بن هني، هذه خطيرة. بن هني ورياض، ورياض يجري الكرة، وبرافو يا يعقوب يا دليل، كرة في التماس، الرمية الجانبية، التماس للنخبة الجزائرية عن طريق اليساري غلام، كرة ترجع من الدوش، فوزي غلام، فوزي غلام، كرة من فوزي، فوزي غلام يلعب الكرة، فوزي يربحنا في ثواني جديدة، والكرة تمشي وضربة راس عن طريق اليعقوبي، اليعقوبي والرأسية يوسف، ويوسف فرجاني، وفرجاني، والكرة ممتازة ببن عمرو الفرجاني، ترجع يوسف المساكني، يوسف المساكني، يا حلوة برشا، حلوة برشا فكرتها، ولكن الكرة تقطع على الدفاعات الجزائرية، ترجع الكرة بالجدار الجزائري، كرة بالوسط، يلعب الكرة بن طالب، بن طالب الضغط الدفاعي، والكرة طويلة، وفماش فماش فما سيام أو من يعقوبي، أو يعقوبي، يعقوبي سايب الكرة، سايب الكرة، ترجع الكرة عند ريك نجاز، نجاز برافو، يلعب كرة طويلة، يمشي طه ياسين، يلا خليسي، كرة ثانية دوزيام بالك لاستليتي، والتونسي ماتش العمر يا السادة، ديربي الأحلام يا رجال، كرة من يوسف، يوسف، يوسف شاط، وكرة الثالث، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، الثالثو، التروازيام كان قريب، بوتو الثالث كان ينور وكان يأشر وكان يبشر وكان منور من يوسف المساكني، السليتي، السليتي لعبنا بشخصية كبيرة الشوط الثاني، شخصية المنتخب تظهر في هذا الشوط الثاني، الشوط الثاني كبير برشا مع السنغال، والشوط الثاني خشين برشا ضد الجزائر، والمنتخب إن شاء الله ثلاثة نقاط أولى في الكان يا رب. ركنية تمشي كورة علي معلول، والتوزيع وليه، والكرة خطيرة، وكرة من سيام، وسيام في الدفاع، أي مباراة، أي شوط من الرجال، تسلم الايادي وتسلم الاقدام وتسلم الرؤوس، الله على اولاد الخضراء، الله على اولادك يا تونس، الله على رجالك يا بلدي. ترجع كره في 2-0 في الشوط الثاني، بدنيا الجزائر تحت في الشوط الثاني، الجزائر بدنيا تحت، المنتخب التونسي وحده في الميدان، يرجع بالكره
عن طريق علي معلول. علي معلول وكرة في وسط الميدان، تمشي كرة سهلة لحارس الدفاع الجزائري الحارس عسلة. المباراة الثالثة للخضر ضد السنغال، ويوم الاثنين تونس ضد زيمبابوي. بأي ترتيب بأي اطراف في خطا للمنتخب التونسي. فاول على سليماني، فاول على سليماني لاعتماده المرفق حسب تفسير برنار كامي حكم السيشيل. حكم السيشيل ادار مباراة واحدة للجزائر، ربحوها ضد اثيوبيا في اديس ابيبا 2-1، ودار ماتش لتونس في غير الاستوائية في ملبو، عملنا 1-1 بلانتي وسام الدراجي. خطأ موجود وقرار سليم، واعتقد انه برنار كاميل نجح بنسبة كبيرة وتوفق في مباراة الديربي. 82 دقيقة، امشي امشي الوقت، امشي امشي الوقت رغم كل الثقة في ولادنا. تمشي كرة طويلة، هو عقدة منتخب كرة اليد في الدقائق الأخيرة ترعب في هذه الدقائق كل الشعب التونسي، كلنا خايفين ما عادش، لكن هذه كرة شال السلامات. يرجع الراس عبد النور في تغطية بامتياز، يرجع الكرة مرة ثانية. لو مقدونيا تربح ايسلندا في الهوند، والليلة فريقها سباح، ليلة فريقها سباح. هوند وفوت ويمشي بالكرة، ضاعت الكرة على طه ياسين الخليسي، الخليسي كرة طويلة عندك يا قلب الأسد يا سيام. سيام بدنيا المنتخب التونسي سيطر في هذه الفترة. ترجع كرة برجاني، شوف برجاني كليناهم، كرة ممتازة، فما خطأ فما فاول يا حكم، امشي ركز العب الكرة. واو بعد كرة خطيرة من رياض محرز، هذا اللي يخوفني. رياض 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 عدى الكرة، وكرة خطيرة وصعبة، وكرة يا ستار يا مان على اختار، ربي معانا في الكرة هذه، كان ممكن نعيش دقائق أخيرة من النار. علاش تعذبونا في آخر الدقائق؟ خلينا مستورين، خلينا فرحانين، خليها ميسرة، خليها متيسرة، خليها مسهلة. 83 دقيقة، 83 دقيقة، أخطر 7 دقائق في اللعبة، أخطر 7 دقائق في الباركور. تمشي كورة والتوزيع، وبالبولي، بالبولي يا بالبولي، في الستاد هذا في الربع النهائي في 2012، عمل غلطة ممكن في نفس الكون، في نفس الشبكة، حرمتنا من نصف النهائي ضد غانا، ولكن بالبولي يبقى دائما الحارس رقم واحد، يعرف وقتاش يرجع، يعرف وقتاش يعاون، يعرف وقتاش يظهر، وظهوره في الشوط الأول هو من أسباب النجاح والفلاح والانتصار بإذن الله. يخرج أظن سليماني، طبعا لعب برشا بدنية المنتخب الجزائري، أو لا ممكن تتوقف المباراة قطرة ماء، وقت يرتاح، وقت نركزوا فيه، وقت يضبط فيه الأمور كاسبر جاك. 7-8 دقائق لنهاية المباراة، لابد من التركيز، إذا فيها الأحمر فليدخل الأحمر. الآن كما قلت المنتخب التونسي يلزم يلعب على الدفاع، ولو فما تغيير اضطراري، فما تغيير اضطراري، رامي الجريدي في دقيقة 84 يدخل بديل بلبولي. إن شاء الله لاباس بلبولي، لاباس، شفناه من الشوط الأول مصاب ولكن كمل، يعني كما نقولوا احنا في اللهجة التونسية فس على قلبه وكمل. هذه هي الرغبة الموجودة، هذا هو الحافز اللي غرسه أوري كاسبر جاك في هذه التشكيلة. نحالها الكثير من العقد، لعبنا في مصر ماتش كبير بالرغم الخسارة، لعبنا من السنغال الشوط الثاني ماتش رائع جدا من سنوات ما شفناش، واليوم الأداء في الشوط الثاني تجسم بثنائية نظيفة لحد اللحظة عن طريق الأون جول نيران صديقة في مرماه المنتخب الجزائري، ثم الهدف الثاني ضرب جزاء للاعب نعيم السليتي اللي سجل اول اهدافه في ثاني مبارياته بالكان امم افريقيا. مازال تقريبا 10 دقائق لنهايه المباراه، مازال بلبولي، برافو بلبولي، يحب يكمل، برافو بلبولي، يحب يكمل، برافو. هذه الروح، هذه الروح اللي افتقدناها ممكن للسنوات في المنتخب الوطني التونسي. برافو الاولاد، برافو برافو برافو. أهم شيء أنا نقول في الكورة ونبدأ نحكي مع الملعبية، كلهم حسوا بالشعب، حسوا بالناس، حسوا بك الجمهور، حسوا أكلي في المقهى، حسوا أكلي في الدار، حسوا اللي يستنى في ماتش واللي ما يرقدش ليلته، حسوا أكلي بطنه تؤلم فيه من الصباح لأنه أعصابه مشدودة ويفكر كيف الماتش. وقت اللي اللاعب يفكر في الجمهور، يفكر في الناس، وقتها بقدرة ربي الأمور تمشي. 86 دقيقة، ممكن باش يزيد 4-5 دقائق الحكم السيد تشيلي برنار كاميل. كرة تمشي للمنتخب الجزائري.
كره من فوزي غلام. فوزي غلام، فوزي عندك 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 يا معلول. سليماني 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 خطيره، سليماني خطيره، والكره بعيده بدون خطوره، بدون خطوره، بدون عنوان، ولو انه عنوان الرئيس المنتخب التونسي بالتخصص ينجح في الديربيات العربيه. لم نخسر رسميا اي مباراه عربيه من 2002 في مالي بهدف حازم امام للمنتخب المصري. لم نخسر من المغرب في 3 مواجهات في هذه الالفيه، لم نخسر من الجزائر في ثاني ديربي في الكان، ولم نخسر أيضا من مصر في ديربي 2000 وهدف خالد بدرة. إذن بعد الإصرار لابد من الانصياع لأحكام الإصابة يا بلبولي. بانتصار اليوم بإذن الله هناك مشوار متواصل، ونخاف على صحتك، وسترجع تلك النغمة في 96. أنا متأكد أن جل البرامج التلفزية هذا المساء، هذه السهرة للقنوات التونسية ممكن كبداية ستبدأ بنشيد بين ذفرين 96، نشيد الروح والعزيمة والإصرار والرغبة والفوز. ماناش مروحين، ماناش مروحين. ترجع كرة للدفاع وكرة لرامي شريدي. ركز يا رامي. 87 دقيقة، 87 دقيقة في الديربي في فرانسفيل. تونس تتقدم على الجزائر 2-1 اوين جول، والثاني من سليتي نعيم. الوقت يمشي، الوقت لصالحنا. منتخب التونسي هل استوفى تغييرات؟ وذكروني ولا نسيت. والله مباراة صعبة جدا على المستوى الذهني والنفسي. ترجع كورة المنتخب الجزائري. حذاري حذاري، لكن بن عمر، بن عمر ملا بن عمر، تبارك الله عليه، تبارك الله عليه. مين بن عمر؟ تبارك الله عليه. ترجع كورة المنتخب الجزائري، ترجع كورة المنتخب الجزائري. وصلنا لآخر الدقائق، وصلنا لآخر الدقائق. حذاري من سليماني، حذاري من السفاح بغداد، حذاري بنجاح بعينه يطلب كرة، تتوزع الكرة وترجع بدون خطورة. ضربة مرمى المنتخب التونسي، ضربة مرمى المنتخب التونسي. البارح شفت مداعبة من بغداد بنجاح على تويتر، حد سامحني، سامحوني أصحابي السابقين في النجم الساحلي بلبولي بن عمر، وأيضا من ثالث في النجم والنكاس. غدا سأسجل في مرمى بلبولي. يبقى شوية بغداد. الديربي وحساباته أكدت أن النسور هو أكثر فريق في المغرب العربي يعرف يتعامل مع هذه المباريات، مباريات الديربي. بالتاريخ، بالمكشوف، بالموجود، 30 سنة المنتخب الجزائري بقاماته، بهاماته، بأسمائه ورموزه وكبريائه لم ينتصر على المنتخب التونسي رسميا من عام 87. هدف ماتشان في تصفيات أمم أفريقيا وقتها. ترجع الكرة وتدخل الدقيقة الأخيرة، آخر 60 ثانية. كرة من فوزي غلام، يلعب التماس فوزي، يرجع بالكرة غلام، يرجع بالكرة غلام. هوري يلعب الكرة. حذاري حذاري يا دفاعي، حذاري يا دفاعي. اخرج اخرج يا رامي، رامي 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 الجريدي من فيلم لقطة اسمه رامي الاعتصامي. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الوطني التونسي. آخر الثواني، آخر اللحظات، آخر كرات، آخر ردهات لثالث الأهداف. يمشي يوسف، يوسف لمساكلي لمساكلي لمساكلي. خرج كرة يا سليتي، زيدة زيدة يا سليتي زيدة. قولة يا علي، قولة. بن عمر علي علي وعلي والثالث. لا تسلل، تسلل على المنتخب التونسي، تسلل على المنتخب التونسي. ارجعوا يا الاولاد، ارجعوا يا الاولاد. فماش تسلل على فكره، فماش تسلل. اظن غلام كسر الرجوع. 5 دقائق مازالت، 5 دقائق وكره طويله. ترجع الكره، رد بالك يا عبد النور، رد بالك من بغداد، بغداد بنجاح، بغداد بغداد خطير، بغداد والدفاع والكره بامتياز. ترجع كره، سلامات 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 على الديربي بسحمات. مرت سليمه والكره العكسيه والكنترول ممتاز. يمشي يوسف لطه، ياسين الخليسي يقاتل. ترجع الكره مره اخرى، ارجع يا طه وعاود، ارجعوا الكل عاود. ولا ترجع مرة أخرى، يد واحدة ما تصفقش، كلكم يد واحدة. تمشي الكرة، توزع كرة المنتخب الجزائري. كرة بالوسط عن طريق الهجوم، حلوة برشا من كاديورا، عدنان كاديورا، والكرة في وسط المناطق التونسية. التوزيع هو خطيرة، خطيرة يا ستار والهدف، يا ستار والهدف. هدف أول عن طريق بن هني، هدف
الأول في الوقت بدل الضايع عن طريق بن هني. هدف ممتاز من بن هني. شوف الكرة واحدة اثنين تأخر بن عمر في التغطية، تعديت كرة الجزائر والكرة من بن هني لا تصد ولا ترد. 2-1 كرة جاديورا. جاديورا شوف الدفاع مرتبك ومتأخر والتسديدة قاتلة. 2-1 2-1 الآن الدقائق الأخيرة الصعبة، الدقائق الأخيرة مثيرة جدا في ستاد فرانسفي، الدقائق الأخيرة مثيرة جدا في فرانسفي. هدف في دقيقة 90+1 هدف عن طريق بن هني. عذاري الآن في آخر الدقائق، 3 دقائق ما زالت. يا رب كرة ترجع، يلزم الدور الدفاعي. كرة ترجع ممتاز، يلزم الحاسم المنتخب الجزائري في مناطقه. ترجع كرة لعلي معلول، علي معلول، علي معلول يلعب كرة طويلة، ترجع في وسط الميدان. وفي خطايا برنار، في خطايا كمان، في خطا للمنتخب الجزائري. 3 دقائق ما زالوا، 3 دقائق في مباراة الديربي في فرانسفي. شعلت في الآخر ولعت في الختام. وآخر تغيير، يدخل عبيد ويخرج عدنان جاديورا. هذا هو التغيير بالنسبة للمدرب البلجيكي جورج ليكانس. عدنان جاديورا أوت، مهدي عبيد إيه؟ يا رب 30.5 30.5 الآن. كرة المنتخب التونسي، يمشي برجاني شد كرة برجاني وطه ياسين وطه ياسين، وكرة في الأوفسايد. تسلل تسلل، أرجع للدفاع أرجع للدفاع. سيناريو مثير جدا في آخر دقائق. التوزيعة وكرة فين كرة فين، يرجع بالكرة خطيرة، يخرج الحارس يضرب الكرة يعقوبي، يعقوبي كرة طويلة وترجع المنتخب التونسي. باهي طه ياسين، باهي الخليسي، الخليسي ربي معاكم يا الأولاد، تستاهلوا الابتسام الحقيقة. يمشي السليتي وقطع الكرة، إذا ما فماش ما يتعداش فوز. وزع كرة خطيرة وبالراس ترجع، والصعبة المنتخب الجزائري. كرة صعبة وخطيرة يا ستار يا ستار، كرة خطيرة وتسديدة والدفاع وصعبة مازالت منتخب الجزائر. رياض رياض محرز، رياض 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 رياض، والكرة ترجع المنتخب التونسي. صفوت، برافو برافو الأولاد. أضرب فيه أضرب فيه أضرب فيه يا كبير. ملا مباراة وملا ديربي الآن. دقيقة ونص، كل الاحتياط، بوغطاس، خليل، بن شريفية، الكل يريدون يأتي المباراة الآن. وهذا هلال العربي السوداني يتحسر على ديربي مثير في الشوط الثاني. ترجع كرة للتماس مرة أخرى، تماس للمنتخب التونسي، تماس للمنتخب التونسي عن طريق يوسف. دخل اليعقوبي ودخل الخنيسي ودخل شريدي، خلاص استوفينا التغييرات الآن. ربي معانا في آخر دقيقة، آخر دقيقة. يمشي كرة بن عمر، بن عمر حطها عندك يا خليسي، يمشي يا طه، برافو يا طه، برافو يا طه، برافو يا طه. الثواني تتواصل، آخر اللحظات، آخر اللحظات، ما زالت الثواني، ما زالت اللحظات. بريسيون طبعا الحكم برنار كامي لإطلاق الصافرة. ترجع الكرة المنتخب التونسي عن طريق مساكني، مساكني غادي غادي غادي، برافو برافو، كرة خطيرة وتمشي الحارس عسلة، تمشي الحارس عسلة. آخر كرة، آخر 30 ثانية، ترجع الكرة تمشي بلعبة طويلة والرصية عن طريق دليل يعقوبي، يعقوبي نكاس نكاس، دور لوحة القدام، برافو برافو، الكرة للمنتخب التونسي. خلاص 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 خلاص، زفر زفر يا برنار يا كامي. ترجع الكرة عن طريق غلام، كرة من غلام، لابد نرجعوا هذه، هذه الأخيرة. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، وكرة من يوسف ويوسف هرب، وكرة خليسي، خليسي جول، خليسي جول، خليسي أورجو، خليسي أورجو. خلي الكرة وارجع، خلي الكرة وارجع. انتهت 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 يا برنار، انتهت يا برنار، انتهت يا برنار، انتهت يا برنار.